أتمنى إن يكون الكل سامعني دلوقتي. طبعا هتكلم النهارده كل الأسئلة وكل حاجة بتدور في دماغكم، أنا جاي أستفيد أو جايين النهارده نستفيد بكل دقيقة إن شاء الله، نضيع وقت، إحنا جايين نستفيد بكل ثانية وكل دقيقة. بس أنا قبل ما أبتدي أنا حابب أولا أشكر المهندس عمر، وحابب أشكر المهندس محمد أشرف طيب جدا جدا، وحابب اشكر بيم اريبيا كلها، والشكر موصول ليهم قبل اي بدايه او قبل اي كلام. لازم نشكر المنصه، ولازم نشكر باشمهندس محمد وباشمهندس عمر جدا جدا. اتمنى ان انتم تكونوا سامعيني، وتعالوا كده نبتدي مع بعض النهارده. موضوعنا النهارده جاي النهارده اتكلم معاكم على محتوى محدد، محتوى ان شاء الله اتمنى ان المحتوى ده يفيدكم جدا. النهارده بنتكلم عن المكتب الفني، كان في ناس موجوده، انا هبتدي من الصفر، انا هتكلم عن موضوعات كتير جدا النهارده، احاول ان انا المها معاكم بشكل ان الكل الموجود يستفيد بالقدر الكافي. تعالوا النهارده الاول كده نشوف ايه الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها. حبيت ان انا اجمع النهارده الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها دي، الموضوعات اللي احنا شباب الموضوعات كامله في الجزء بتاعنا. الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها النهارده هم ثلاث او اربع اجزاء. الجزء الاول يا باشمهندسين فيه عن مهندس المكتب الفني، ده بالنسبه لاي حد داخل النهارده معانا وحابب يعرف يعني ايه مهندس مكتب فني. وبعد ما نتكلم على مهندس المكتب الفني هنهندس المكتب الفني بشكل عام، بحيث ان انت لو انت حابب تتخصص في جزء ما من الاجزاء دي نبدأ ان احنا نتكلم في الجزء ده بشكل او باستفاضه كم. طبعا ده الجزء الاول، يبقى الجزء الاول اللي احنا هنغطيه مع بعض النهارده بشكل اتمنى يعني اتمنى من الله عز وجل ان يكون الجزء ده يعني باستفاضة قوية جدا، انك تخرج من الفيديو او تخرج من السيشن بتاع النهاردة او من محاضرة النهاردة تكون عارف كل جزء مهندس المكتب الفني بيعمله. تمام. طبعا الجزء الثاني طبعا والجو في ناس طلبته بالاسم هو جزء الشوب دروينج. جزء الشوب دروينج ده باشمهندسين هنستفيد فيه في جزء لوحده، وده انا بعتبره الجزء الثاني، انا مخصص له جزء لان في ناس كتير لان شوب دروينج، يعني شوب دروينج الكونكريت دايمنشن، يعني شوب دروينج الستيل، وهل الشوب دروينج ده بس هل هو شوب دروينج فقط للانشائي ولا في شوب دروينج معماري وفي طب يعني عايزين نفهم يعني ايه شوب دروينج واهميته وايه علاقته بتكنولوجيا البيم مستقبلا وخلال الايام دي، وايه اللي انصحك بيه قدام لو انت حابب الموضوع الشوب درونج، او ايه اللي انت المفروض تتعلمه وايه البرامج اللي انت المفروض تتعلمها. ده الجزء الثاني النهارده من السيشن بتاعنا، بحيث برضو ان الكل يكون عارف احنا هنتكلم فيه ان شاء الله. الجزء الثالث وهو مهام مهندس المكتب الفني داخل منظومه التشغيل والبناء، بس الجزء الثالث ده احنا هنستفيد فيه شرحه، يعني احنا هنتكلم فيه باذن الله باشمهندسين داخل الجزء اللي هبقى اقول لك مهندس المكتب الفني بيعمل هنا ايه او مهامه هنا ايه، ومهندس المكتب الفني مهامه هنا بتكون ايه. يبقى الجزء الثالث ده يا باشمهندسين هو الجزء اللي احنا هنتكلم ده، الجزء اللي احنا هنستفيد او من الحاجات اللي احنا هنتكلمها. طيب الجزء الرابع بقى اللي هو جزء الاسئله والاستفسارات، وده اللي باذن الله تعالى ان شاء الرحمن ليكوا انتوا، بحيث ان احنا نحاول برضه نفيد الناس في اخر نص ساعه من محاضره النهارده. طيب احنا كده عرفنا النهارده هنتكلم على ايه بشكل عام، فباذن الله تعالى ابتدي كده مع بعض. وبكرر تاني يعني لو انت مش عارف مهندس مكتب فني فهتضطر تسمعني ال 10 دقائق دول. تمام. مهندس المكتب الفني هو يعني ايه مهندس مكتب فني؟ للاسف يا باشمهندسين الكلام ده يعني بشكل كبير يعني مهندس مكتب فني دي موجهه للمهندسين اللي لسه متخرجين الايام دي، يعني المهندسين لسه متخرجين الايام دي هم الكلام موجه لهم بشكل اكبر. مهندس المكتب الفني احنا انا اتخرجت من الكليه ما كنتش عارف يعني ايه مهندس مكتب فني، لما اتخرجت لقيت نوعين بس اتنين من المهندسين، كان عندي مهندس ديزاين لان انا كنت 95% من دراستي كانت ديزاين، وكان عندي مهندس سايت مهندس موقع. فكنت ما بين زمايلي او احنا كلنا كدفعه او كمجموعه عارفين ان الهندسه نوعين، يا اما تنفيذ يا اما ايه يا اما تصميم. اتخرجنا
خلصنا جيش او اتخرجنا وما كانش عندنا جيش وخلاص خرجنا لسوق العمل، بدأنا نشوف إعلانات مطلوب فيها مطلوب مهندس مكتب فني، فبدأنا ندور وبدأنا نشوف هو يعني مهندس مكتب فني وأهميته إيه وإيه المهام اللي بيقوم بيها. بعد فترة عرفنا أن مهندس المكتب الفني ده بيقوم بحاجات كتير جدا. مهندس مهام مهندس المكتب الفني دي يا باشمهندسين يعني كمية مهام، كل مهام وكل مهمة والتانية أو مهمة أهم من التانية بشكل كبير جدا. طيب مهندس المكتب الفني الرواتب بتاعه كويسة، مهندس المكتب الفني لو انت مهندس كسكيلز مثلا ما بتحب الشغل، انت مهارات التواصل عندك او المهارات الإدارية عندك مش لا تؤهلك بشكل كبير انك تبقى في الموقع بشكل كبير، لا ده انا ايه ده انا حابب ان انا اكون مثلا موجود في، حابب ان انا اشتغل مش حابب احتك بالموقع، ما بعرفش احتك بالعمال، تعبت صحتي تعبت. المهندسين الكبار اللي بيحبوا يغيروا الكارير بتاعهم لمهندس مكتب فني من سايت لمكتب فني، طب انا راجل ما كنتش بحب التصميم في الكليه، ما كنتش حابب التصميم في الكليه، لا ده انت ممكن تشتغل مكتب فني ومش حابب انزل موقع. المهندسات هم اكتر فئه يفضل ليهم ان هم يشتغلوا مكتب فني. مهندس المكتب الفني ده حتى المهندس محمد ريحان كان بيتكلم، الاخ والصديق المهندس محمد ريحان كان بيسميها وظيفه الاخطبوط او شغلانه الاخطبوط. هي فعلا اخطبوط. ليه يا باشمهندس؟ لانك تقريبا حضرتك المفروض انك ملم مرتبط بشكل كبير جدا بمهام كتير جدا داخل المشروع، من مستخلصات، من حصر، من تسعير، من ورقيات رايحه ورقيات جايه، من المام قانون المناقصات والمزايدات، طب في مقاول اتاخر في التنفيذ، طب ايه اللي المفروض نعمله، طب ايه هي غرامات التاخير، طب ايه اللي المفروض نخصمه من المستخلص، طب ايه اللي تصرف، طب ايه صافي المبلغ المستحق للصرف، طب الدفعات المقدمه، طب المفروض طب المفروض المقاول ده هيتصرف له ايه، طب بعد اذنك يا باشمهندس هنا نسبه الانجاز قد ايه. كل ده المفروض ان المهندس المكتب الفني ملم بيه. لو انت مهندس شوب دروينج، طب برضو احنا عاوزين نعرف كل ده وعاوزين نفهم ايه هي مهام مهندس المكتب الفني. طب اتمنى الناس اللي موجوده دلوقتي لو سمعاني تكتب تم، يعني اتمنى برضو تاكيدا الناس اللي موجوده حاليا تكتب تم. طيب انا عاوز اعرف دلوقتي المهندس المكتب الفني ده بيعمل ايه. تعالوا كده يا باشمهندسين مبدئيا نشوف، انا كمهندس مكتب فني بتخرج انا راجل خريج، خلينا نتفق على ستيبس كده. مهندس المكتب الفني ده يا باشمهندس المفروض ان هو له زي ما قلنا مع بعض كده ان الراجل ده له مهام. مهامه ايه؟ اول حاجه انه يكون ملم بحاجه اسمها المستخلصات، يكون ملم بحاجه اسمها حصر الكميات، التسعير، الورقيات، المناقصات والمزايدات، الجداول الزمنيه، الشوب دروينج ده، والشوب دروينج ده انا قلت انا هخصص له جزء محدد خاص بيه. طيب في البدايه احنا قلنا بنتخرج بنضطر ان احنا ننزل موقع. عاوز اقول لك حاجه، انت لو مش قوي موقع مش هتكون قوي مكتب فني، ده في بعض المهام مش في كل المهام على فكره للاسف. قد تختلف او تتفق معايا في اللي انا بقوله، ولكن في مهام يقدر اي حد يعملها. وعاوز اقول لك حاجه كمان، ان شغل الموقع وشغل المكتب الفني الاثنين ما بينهم لينك، بمعنى انت لو شغال في السايت في الموقع، انت لو مهندس بتحتاج احيانا تعمل حصر كميات، بتحتاج في بعض الاحيان تعمل مستخلص. معلش انا لو شغال مع مقاول والمقاول ده قال لي يا باشمهندس لو سمحت انا محتاج اعمل مستخلص، المقاول ده قال لك كده انا محتاج اصرف مستخلص، لا سوري انا مهندس سايت، لا مش هينفع ابدا. ليه؟ لان انت برضو من مهامك انت شغال مع مقاول، مش معقول هيجيب مهندس خاص بيه لان انت موجود تحت ايده بتاخد مرتب فانك تعمله مستخلص. طب المفروض المستخلص ده عشان يتعمل المفروض يكون في كميات مرفقه بالمستخلص او كميات داخل المستخلص. فعموما يا شباب بس عشان نكون واضحين، ان مهندس المكتب الفني ده المفروض مهندس المكتب الفني ده رابط كبير جدا ما بين مهندس السايت ومهندس التكنيكال اوفيس. انت لو حابب تشتغل سايت المفروض برضو تكون عارف مهام كتير جدا من مهام مهندس المكتب الفني. انا كنت شغال في مدينه بدر في فتره من الفترات،
كنا شغالين بنعمل بنطلب كميات حديد. انا ما كنتش بعرف اطلب كميه الحديد يا باشمهندس. ليه؟ لان انا ما كنتش بعرف اعمل شوب دروينج. وقت طلب الحديد انا كنت بهرب من الموقع، كنت بروح اقعد في كافيه بره، وكنت بضطر ان انا اراضي الحداد لان انا ما كنتش عارف اعمل شوب دروينج وما كنتش عارف اطلع كميات الحديد. طيب سريعا تعالوا نتكلم مع بعض. مهندس المكتب الفني ده تعال نشوف مهامه وايه الحاجات اللي هو بيعمل وايه المطلوب منه وايه المفروض يكون يوجدها في السوق، يعني ايه اللي انت المفروض تكون عارفه. خلينا نتفق كده ونحط رولز اوليه. انت من بعد تخرجك لو سمحت المفروض تكون عارف اوتوكاد واكسل، دول هم ايديك ورجليك. هتشتغل في اي مجال سواء كنت سايت او كنت تكنيكال اوفيس او هتشتغل ديزاينر او في اي حاجه، يا جماعه اتعلموا اوتوكاد واكسل، ده اساسي. برنامج الاوتوكاد وبرنامج الاكسل ده قبل اي كلام، الكاد والاكسل دول اساسيين معاك. نيجي بقى بعد كده انت حابب تتخصص في ايه. تعال نتكلم النهارده اول حاجه بيعملها مهندس المكتب الفني هي المستخلص. طب السؤال دلوقتي يعني ايه مستخلص يا باشمهندس؟ تعال نشوف النهارده كده يعني ايه مستخلص. بص المستخلص ده ببساطه المستخلصين هو عباره عن وثيقه، حته ورقه. تعالوا كده نفتح الكلام ده. مستخلص ده وثيقه زي اللي قدام ساعتك دي كده يا باشمهندس. المستخلص ده وثيقة. طبعا ده نموذج مستخلص بسيط جدا جدا، وعلى فكرة النموذج ده انا ممكن ارفقه لكم كمان بالفيديو. المستخلص ده مش مهندسين من الحاجات المهمة جدا لما يكون في مهندس من الباطن او شركة مقاولات عامة عاوزة تصرف مستحقاتها، ايه اللي المفروض بتعمله؟ المفروض ان شركة المقاولات العامة دي عشان تصرف المستحقات بتاعتها تعملها بتعمل ورقة اسمها مستخلص. المستخلص ده بيتعمل على الاكسل. انا ببدا من الصفر، بحاول ان انا افهم الناس في اول جزئيه يعني ايه مكتب فني. تعال نشوف يعني ايه مستخلص. المستخلص ده بيتم طبعا التعاقد ما بين المالك الاونر، ما بين المالك اللي ممكن يمثله الاستشاري، الجهه الاداريه عموما اللي بيمثله الاستشاري. في نص التعاقد بيكون في مدد محدده لصرف مبالغ ماليه لمين؟ لصرف مبالغ ماليه لمين يا باشمهندسين؟ للمقاول ده. طيب المستخلصات عموما احنا ممكن نصنفها في مستخلص اسمه مستخلص جاري وفي مستخلص تاني اسمه مستخلص ختامي. يعني ايه مستخلص جاري يا شباب ويعني ايه مستخلص ختامي؟ المستخلص لو مستمر بصفه دوريه يبقى اسمه مستخلص جاري، اخر مستخلص في المشروع اسمه ختامي. ليه؟ لان المستخلصات دي بتتصرف كل فتره زمنيه محدده، يعني في مستخلص شهري، في نصف شهري، في اسبوعي، على حسب الاتفاق يا باشمهندس. يبقى على حسب الاتفاق مع الاونر او مع المالك في نص التعاقد قبل دخول المشروع بيتم معرفه مده صرف المستخلصات. افتكر الكلام ده احنا كلنا عارفين. طب تمام كويس جدا. طب تعالى يا باشمهندس نعرف معلومه ثانيه. المعلومه الثانيه يا محترم ان المستخلصات دي تراكميه. يعني ايه تراكميه؟ تراكميه المستخلص يعني ايه يا شباب؟ يعني لو انا بعمل مستخلص شهر 2 المفروض اخد كل اللي مكتوب في واحد احطه في 2. طب لو عاوز مثلا اعمل مستخلص 3 المفروض اخد الاثنين احطه في 3، بس خلي بالك 2 ده اساسا كان فيه واحد. معنى كده ان المستخلص الختامي اللي في اخر المشروع هيكون فيه ايه يا باشمهندسين؟ هيكون فيه تقريبا، لاحظ كده يا باشمهندس عاوز اوريك حاجه، اخر بند كام؟ عزل الاواعد المسلحه والسملات، ده مستخلص واحد جاري. فلما سيادتك تنزل تحت كده هتلاقي ان هنا عزل المسلحه والسملات، بس هتلاقينا زودنا عليه اللي هو بند رقم اهو يا باشمهندس، البند رقم 8 لحد البند رقم كام؟ لحد البند رقم 6. يبقى احنا هنا زودنا مين؟ يعني من الاخر يا محترم، يعني من الاخر هتلاقيك انت مزود دول كده اللي تنفذوا في شهر كام؟ في شهر 2. طب سؤال يا هندسه، سؤال لحضرتك، هو المستخلص ده يا باشمهندس مهم؟ يا هندسه انت اساسا حتى لو هتشتغل مهندس سايت انت المفروض اساسا تكون بتعرف تعمل مستخلص. يعني المستخلص ده شيء لابد منه، انت المفروض تكون ايه؟ لا ده انت المفروض تكون اساسا بتعرف تعمل مستخلص حتى لو انت هتشتغل في الموقع يا باشمهندس. تمام جدا. طيب تعالى بقى نتكلم في نقطه ثانيه. المستخلصات دي بيتحط فيها الكميات اللي شركه المقاولات بتنفذها. بتتحط احنا مثلا نفذنا خلال وليكن مثلا المستخلص ده بيتصرف كل شهر، احنا نفذنا مثلا خلال الشهر ده نفذنا مثلا اعمال خرسانه عاديه، يبقى المفروض اعمال الخرسانه العاديه الشهر ده
اعمال الخرسانه العاديه خلال الشهر ده تتحط في المستخلص، عملنا عزل، عملنا حفر، عملنا قواعد مسلحه، الكلام ده كله هيتحط جوه المستخلص يا باشمهندس. طب تمام جدا، يبقى انت المفروض كمهندس تكون هيئه المستخلص ده. طب ايه هيئته او ايه شكل الشكل العام للمستخلص ده؟ انا عندي هنا حاجه اسمها رقم البند، خليك شويه معلومات وان كانت بسيطه بس بتفرق من مهندس للتاني لو هو بيعرف يعمل مستخلص. رقم البند ده يا باشمهندس، رقم البند ده هندسه من الحاجات المهمه جدا. طب تعال هنا نشوف رقم البند ده كده هندسه. المفروض عندك بيبقى عندك حاجه اسمها مؤيسه، المؤيسه دي يا هندسه بيبقى موجود فيها البنود اللي هتتنفذ، انت بتلتزم بترقيم البند في المؤيسه. بمعنى تعال كده نشوف، انت لو مهندس ما انتش عارف يعني ايه مؤيسه، تعال نشوف يعني ايه مؤيسه، وتعال نشوف ايه علاقتها بالمستخلص، لان كلها هتلاقيها كلها مخدمه على بعضها، هتلاقي كل الورقيات مخدمه على بعضها. دي مؤيسه يا شباب، دي مؤيسه اعمال، دي كده مؤيسه اعمال، دي كده باشمهندسين ايه مؤيسه اعمال. مؤيسه الاعمال اللي قدام سعادتك دي، دي بيتكتب فيها البنود اللي هتتنفذ في المشروع. وعلى فكره انت كتكنيكال اوفيس عند الاستشاري بتعمل حاجه اسمها كراسه، كراسه الشروط دي بيكون موجود فيها البي او كيو اللي هي المؤيسه. يعني انت اساسا كمهندس مكتب فني، كمهندس مكتب فني تكنيكال اوفيس تكنيكال استشاري، المفروض سعادتك، المفروض حضرتك تعمل البي او كيو، المفروض تكتب منطوق البند بالمؤيسه طبقا للمواصفات، وده اساسا بنتكلم عليها اساسا في الكورس، يعني دي من المواضيع، ولكن ده مش دلوقتي، ده مش سابق لاواني. عموما انا اللي يهمني رقم البند ده، يبقى وانا بعمل اي مستخلص يا محترم، يبقى وانا اي مستخلص المفروض ان انا بلتزم بحاجه. ايه الحاجه اللي انا بلتزم بيها؟ المفروض سعادتك ان انا التزم، المفروض ان انا سعادتك بلتزم بعمل ايه؟ ان انا سعادتك هنا بلتزم بعمل الترقيم البنود داخل زي ما هي موجوده في المؤيسه. يعني باخد الترقيم من مين؟ باخد الترقيم موجود في المؤيسه انا هو يا باشمهندس، باخد الترقيم اللي موجود في المؤيسه هنا اروح اكتبه في مين؟ اروح اكتبه في المستخلص. تمام جدا يا هندسه؟ تمام جدا. طيب حلو، يبقى النقطه الثانيه في عمل في عمل مين يا باشمهندسين؟ في عمل المستخلص. تعالى كده يا باشمهندس نشوف انا عشان اعمل المستخلص المفروض استخدم ايه تاني. بيقول لك بيان الاعمال، بيان تنفذ يا باشمهندس، يعني بيان الاعمال ده هو البند اللي انت المفروض يا محترم تعمله داخل المشروع. في بيان الاعمال ده هندسه، طب كويس جدا، يعني بيان الاعمال ده هو المفروض اللي انت سعادتك المفروض تستخدمه، يعني المفروض البند ده اللي انت المفروض تستخدمه فين؟ بيان الاعمال اللي هو اللي موجود قدام سعادتك ده، ده اللي المفروض اللي المشروع لو هيتنفذ، هيتنفذ يا باشمهندس، المفروض لو المشروع هيتنفذ بتكتب فيه البنود، بنود بتاعه المشروع خلال الفتره الزمنيه المحدده دي. طب وحده القياس، وحده القياس دي يا هندسه يا محترم بتجيبها من انت يا باشمهندس، مش المفروض ان الاستشاري او الجهه الاداريه او الجهه المالكه، مش المفروض ان الاستشاري ده بيكون مديك اساسا، الاستشاري بتاع المشروع مش بيعمل للبنود المنفذه طبقا للمواصفات، فالمفروض البنود دي هتتحط فين؟ هتتحط في المستخلص، هتتكتب جوه المستخلص. تمام جدا، مرفق معاها وحده يبقى انا عندي بيان الاعمال وعندي رقم البند وعندي عندي رقم البند وعندي بيان الاعمال وعندي هنا وحده القياس. وطبعا كل بند له وحده قياس مختلفه، او كل بند له وحده خاصه بيه. تمام يا باشمهندس. طيب تعالى كده يا باشمهندس نتكلم في موضوع تاني، الكميه. الكميه دي برضو هنستفيد فيها النهارده باذن الله، وهقول والفرق ما بين الحصر الفعلي والهندسي الكلام ده كله هنغطيه، وهنتكلم كمان عن الفئه. طيب المفروض المستخلص بيمشي ازاي؟ انا كانت اول انترفيو ليا كمكتب فني كتكنيكال اوفيس في المستخلصات. بص دي الكميه بتاعت الشهر اللي فات، بمعنى شباب لو انا بعمل مستخلص شهر اثنين وانا كنت عامل قبل كده مستخلص واحد واحنا متفقين مع بعض من مستخلص تراكمي، يبقى الكميه دي مش هتبقى، خلي بالك الكميه دي جايه منين؟ ده مستخلص اثنين جاري اهو، المفروض الكميه دي جايه منين؟ لاحظ كده اول ما بدانا اعمال الحفر في المشروع اهو بدانا بصفر، وبعدين الحال زائد الحالي
بيديني اجمالي. المفروض سعادتك يكون معاك قلم، المفروض كل هجاوب على كل الاسئله، بس المفروض سعادتك دلوقتي لو عاوز تسجل نوتس يكون معاك قلم وورق تستفيد، او حابب تسجل نوتس. انا المفروض عندي سابق، والمفروض السابق زائد الحالي بيديني اجمالي، فالمفروض اعمال الحفر دي كانت موجوده في شهر واحد، يبقى السابق زائد الحالي بيديني اجمالي يا باشمهندس. تمام جدا. عندي هنا حاجه اسمها نسبه الصرف في المستخلص. يعني ايه نسبه الصرف يا باشمهندس في المستخلص؟ بص يا هندسه، ببساطه انا هديكوا فكره في كل، يعني احاول ان انا بقدر ما يمكن اخد حوالي تلت ساعه في كل جزء. المستخلص دي المفروض ان الكميات اللي بتنفذ جوه المشروع يا باشمهندس، الكميات دي المفروض مش كلها لازم تخلص في نفس الشهر، فالمفروض ممكن تكون بند اعمال الحفر ده مكمل في شهرين، فالمفروض ان احنا بنعمل له تعليه لنسبه الصرف. بمعنى ممكن في الاول نصرف له 50%، ممكن نيجي الشهر اللي بعده نصرف له 80%، ان احنا نزودنا 30% عن ال 50، فبالتالي صرفنا كام؟ صرفنا كام يا باشمهندس؟ زودنا نسبه الصرف. يبقى دي بتستخدم في التعليه، في تعليه نسبه الصرف. ممكن تكون نفسها عليها ملحوظات، فبالتالي هتلاقي ان قيمه الاعمال كلها، يعني مثلا احنا بنعمل مثلا بند اعمال وليكن بند خرسانه مسلحه بسم الله، لقينا فيه تعشيش، لقينا فيه محتاجه معالجه، لقينا ان مثلا بند زي العزل ما ينفعش اديله نسبه 100. وخلي بال سعادتك، المفروض نسبه الصرف بتتضرب في الاجمالي، بتتضرب في مين؟ او نسبه الصرف في الفئه، في نسبه الصرف في الاجمالي في الفئه بيطلع لي حاجه هنا اسمها جمله مين يا باشمهندس؟ بيطلع لي هنا حاجه اسمها جمله الاعمال. طب انا عاوز اوضح لك معلومه في غايه الاهميه، واعذرني لو الكلام ده وانت عارفه. المفروض سعادتك جمله الاعمال دي احنا متفقين مع بعض اللي حصل ضرب مين؟ الفئه بالمقايسه في نسبه الصرف في الاجمالي. سليم ولا مش سليم؟ سليم جدا. جمله الاعمال دي اللي تصرف لمين؟ هتتصرف للمقاول ببساطه. يبقى انا عندي دلوقتي سابق زائد الحالي بيديني اجمالي، وهنا نسبه صرف. نسبه الصرف لما بتتضرب في الاجمالي وبتتضرب في الفئه في المقايسه بتديني اجمالي. طب في سؤال دلوقتي، يعني ايه فئه بمقايسه؟ فئه البند ده يا باشمهندس اللي هو سعر البند، يعني سعر المتر مكعب حفر، يعني سعر المتر مسطح او المتر مكعب خرسانه عاديه. اعمال الردم دي بالمتر مكعب، سعر المتر الواحد هنا 35. طبعا هنغطي موضوع التسعير وهنتكلم فيه، وهقول لك ايه اللي المفروض تحتاجه عشان تكون شاطر في موضوع تحليل الاسعار. تمام يا هندسه؟ تمام. اعتقد واجزم ان المفروض ان انت دلوقتي خدت فكره عن المستخلص، ان السابق زائد الحالي بيديني اجمالي، وان انت عندك نسبه صرف 100%، تمام؟ وان انت عندك مقايسة، وان الفئة بالمية اللي هو سعر الوحدة الواحدة، سعر الوحدة الواحدة من البند، سعر المتر مكعب الواحد، سعر المتر المسطح الواحد اللي هو سعر البند. طبعا عندك هنا العزل، العزل ده بالمتر المسطح، بس حاجة اسمها مقطوعية. المقطوعية دي يا شباب اللي هي اللمب صم، لمب صم، او ان انا بقدر اخد الحاجة بنسميها بالطريقة الدرجة، بالطريقة المصرية، بالطريقة المصرية شاكي براكي، بقدر ان انا اخد بعضها. فانت لو انت عندك مقطوعيات، المفروض المقطوعيه دي هنا الحالي بواحد، الاجمالي بواحد، نسبه صرف 100%، فبضرب انا هنا بقى المقطوعيه اللي هو قيمه الاعمال للعمليه 10000 جنيه. فالمفروض يا باشمهندس ال 10000 جنيه دول اللي هو قيمه اعمال العزل بالكامل، تمام؟ فال 10000 جنيه هتتضرب في 100 على 100 وهتتضرب في 1. سؤال، انت عشان تعرف تعمل مستخلص زي ده، او انت عشان تعرف العمليه دي كلها، المفروض انت تكون بتعرف تعمل ايه؟ المفروض سعادتك يا باشمهندس تكون بتعرف ايه يا باشمهندس ده؟ عاوز اعمل مستخلص، المفروض اكون بعرف اكسل، المفروض اكون بعرف اكسل، المفروض اكون بعرف ايه كمان يا باشمهندس؟ ده انت المفروض كمان خانه الكميه دي المفروض تتحصر. ليه؟ لسبب بسيط، لسبب بسيط. تعالى هنا كده يا باشمهندس، خانه الكميه دي موجود فيها سابق وموجود فيها حالي وموجود فيها اجمالي، فالمفروض ان نيات يا شباب دي كميه اعمال الحفر، دي كميه خرسانه القواعد العاديه، دي كميه خرسانه الرد، دي الكميه اللي هيتم المحاسبه عليها يا محترم. بس انا عاوز اقول لسيادتك معلومه في غايه الاهميه، لو انت ما بتعرفش تحصل، هقول لك حاجه، في الشركات الكبيره يا باشمهندسين، الشركات الكبيره المفروض اللي هي شركات فئه اولى وثانيه، المفروض كل مهندس بيكون له وظيفه خاصه بيه كتكنيكال اوفيس. في مهندس بيعمل حصر كميات عشان ياخدها ويروح مهندس المستخلصات يعمل المستخلص، وفي مهندس تاني المفروض ان هو بيعمل كوست استيميت، المفروض ان الراجل ده بيعرف يصعب، بيعرف يعمل تحليل اسعار. تمام يا هندسه؟ تمام. فهو برضو المهندس ده خاص بموضوع مين؟ بموضوع التسعير. بس انت لو شغال مع مقاول
مثلا او شركه فئه سته مثلا او فئه او فئه خمسه، المفروض قد انت ممكن اساسا تضطر ان انت تعمل تحليل اسعار، تلاقي نفسك بتعمل ايه؟ تعمل تحليل اسعار، تلاقي نفسك غصب عنك غصب عنك بتعمل مستخلص وبتعمل كمان حصر كميات. يعني خلي بالك مهام مهندس المكتب الفني في الشركات الكبيره، المفروض مهام مهندس المكتب الفني مقسمه اساسا. المكتب الفني في الشركات الكبيره يا محترم، مهام مهندس المكتب الفني في الشركات الكبيره يا باشمهندس يا محترم، المفروض انها مقسمه على مين؟ مهام الفني دي مقسمه على مين؟ على كامل المكتب، بيكون في مكتب. والشركات الكبيره على فكره بيكون ليها جزء خاص بالايه؟ جزء خاص بالبلاننج، جزء خاص بالاداره، ولكن للاسف يا هندسه، ولكن ولا هستقبل كل الاسئله، هستقبل كل الاسئله. لا هو الاشكال دي يا هندسه بتترسم لوحدها. تمام هم ممكن ماشي يا باشمهندس محمد. تعالوا بس نكمل كده مع بعض، تعالوا نكمل مع بعض بحيث ان احنا نخرج باكبر استفاده. يبقى انا المفروض يا هندسه دلوقتي ده المستخلص، عشان تعمل مستخلصات لازم تكون بتعرف اكسل. ده انا بكلم واحد ما يعرفش اي حاجه عن المكتب الفني، بعرفك ان الحاجات دي كلها معموله على شيت اكسل، بس انا هنا فاتح ملف بي دي اف. يعني انا هنا فاتح ملف بي دي اف عادي جدا اهو. طب تمام، يبقى انت عشان تعمل السابق زي الحالي بيديني اجمالي، وعشان تسيف الفايل ده وترجع تضيف عليه تاني، الكلام ده كله يا باشمهندس يا محترم بيحتاج ايه يا هندسه؟ يا هندسه بيحتاج اكسل. تمام كويس. هنتكلم احنا النهارده على جزء تاني، يبقى حصر الكميات. اول حاجه المستخلصات، المستخلصات دي اللي بيعملها مين؟ اللي بيعمل يا باشمهندس، اللي بيعمل المستخلصات هو مهندس التكنيكال اوفيس اللي موجود عند المقاول، اللي موجود في شركه المقاولات اللي بتنفذ، يروح يوديه عند الاستشاري. المفروض يكون عنده مشروع سكيل كبير، سكيل المشروع او ميجا بروجكت، مشاريع كبيره. المفروض ان المستخلص بيروح عند الاستشاري بيتراجع. ليه بيتراجع؟ لان في فلوس، لان جمله الاعمال دي موجود فيها فلوس. الفلوس ده هتتصرف لمين؟ الفلوس دي المفروض هتتصرف للمقاول. فالمفروض انا كاستشاري قبل ما بدي للمستخلص ده الابروفد وبروح اوديه للمالك يصرف بقى يطلع الفلوس، لا، المفروض ان لا، ده العمليه دي بتتم انت كتكنيكال اوفيس عند الاستشاري. لو انت شغال عنده هتراجع المستخلص ده، لو انت موجود في شركه المقاولات لا يا باشا، المقاولات انت اللي هتعمل المستخلص ده يا محترم. تمام كده يا باشمهندسين؟ فدي كده اول جزئيه. يبقى احنا بشكل عام عرفنا يعني ايه مستخلصات. طب تعالى كده كمان يا باشمهندس نكمل في الجزء الثاني. بص يا هندسه، جزء حصر الكميات ده من الاجزاء اللي انا يعني حابب اتكلم واستفيض فيها جدا. انت كمهندس مكتب فني المفروض تعرف تعمل حصر. بص، مهندس السايت نفسه لازم يكون بيعرف يعمل حصر. حصر الكميات ده من الاساسيات، بس انا النهارده هفاجئك بكم معلومه كده اغلبنا ما نعرفهاش على اليوتيوب. ما تقلقش، احنا عندنا كميه فيديوهات على اليوتيوب حصر لا حصر لها. يعني ايه؟ يعني انت لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي ناس كتير جدا بتشرح حصر، هتلاقي يعني اساتذه يعني اكبر منهم، هتلاقي المهندس احمد حسن بيشرح حصر عندي على القناه بشرح حصر، هتلاقيني عندي على القناه بشرح حصر، المهندس الفاضل استاذنا كلنا المهندس محمد الصادق، مهندسين كتير جدا في دوراتهم هتلاقيهم بيشرحوا حصر. ولكن احنا نفتقد لمعايير الحصر. انت كمهندس عشان تكون مهندس شاطر وتكون مهندس كواليفايد انت تعمل ايه؟ المفروض يا هندسه عشان تعرف تعمل حصر كميات، تعالى كده يا هندسه نمسح احنا بس ايه؟ تعالى نمسح الحاجات دي خالص كده، وتعالى نشوف يا باشمهندس ايه اللي انت تعمله لو انت حابب تتعلم حصر كميات. احنا خدنا فكره عن المستخلص، تعالى ناخد فكره عن حصر الكميات. بص يا هندسه، ده حصر الكميات، ده مشروع يعني ايه؟ يعني دي المقايسه بتاعه المشروع، دي المقايسه بتاعه المشروع يا باشمهندس. المفروض انت عشان تعمل حصر كميات، خلينا نتفق على اتفاقيه. الحصر يا شباب نوعين، في حصر اسمه حصر مبدئي، الحصر التعاقدي ده اللي بيكون موجود جوه كراسه الشروط، ده اللي بيكون موجود في خانه الكميه هنا. المفروض ان هنا كده مثلا، تعالى كده هنا هندسه قبل ما نروح على الحصر، خش على مين؟ على المقايسه. تعالى نفتح اي مقايسه مثلا، وليكن مثلا مقايسه الازهر، تعالى كده نشوف. ايوه الكميات دي ده حصر، ولكن ده حصر ايه؟ ده حصر انا بسميه انا حصر سريع، حصر بالحب انا بسميه كده. ده حصر بيستخدم فيه حاجه اسمها الاثبات الحصر،
ودي حاجة انت لو سرشت على اليوتيوب هتلاقيها، حاجة اسمها الاثبات الحصري، ودي يا شباب بتطلع لي كميات، ولكن الكميات دي كميات أولية. اللي بيحط الكميات دي في الغالب هتلاقيه الاستشارة التقريبية أولية داخل المقايسة دي اللي هي المقايسة التقديرية. المفروض ان الكميات دي هي كميات قد تؤول للزيادة او النقص، فالمفروض ان داخل التعاقد الاستشاري بيقول لك تقريبية، فبعد اذن سيادتك المفروض ان سيادتك ترجع تعمل ايه؟ حصر تاني. خلينا متفقين على الكلام ده، ولو انت فاهم اللي انا بقوله اكتب تم عشان احس ان الناس موجودة معايا. يعني لو انت فاهم اللي انا بقوله اكتب تم. يبقى المفروض دلوقتي انا عندي دلوقتي يا باشمهندس يا محترم كميات تقريبية. عندي باشمهندس احمد طلعت، خليك يا باشمهندس معايا، خليك معايا، انا عندي كميات تقريبيه. الكميات دي تقول لي الزياده او النقص. انا المفروض كتكنيكال اوفيس اهو، انا دلوقتي بعمل حصر عند مين؟ عند المقاول. هل هاخد الكميات دي عشان احطها في المستخلص؟ مش احنا قلنا المستخلص بيبقى فيه حاجه اسمها الكميه؟ شايف كله منفذ على بعضه اهو. يعني الكميه دي المفروض انا راجل بعمل ركز معايا يا باشمهندس كده وفوق. لو دي اغنيه انت هتسمعها، لو انا بقول اغنيه او في حاجه جيمز انت هتركز فيها. ده الكلام اللي بقوله لك ده مهم، ركز معايا يا باشمهندس الله يكرمك. بص اسمعني، انا عندي، مش احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها مستخلصات، وقلت لك المستخلصات دي بتحط فيها الكميات، يبقى المفروض الكميات دي سليمه ولا لا؟ لسبب بسيط، لو الكميات دي مش سليمه، طب باشمهندس هو انا هاخد الكميه اللي موجوده في المقايسه؟ في الغالب طبعا مش هتاخدها، ده انت المفروض تعمل عليها تشيك، فالمفروض ترجع تعمل حاجه ثانيه اسمها حصر ايه؟ حصر تفصيلي. يعني ايه حصر تفصيلي؟ يعني الكميه دي 3900 هل انا مثلا هوافق بيها؟ لا، ده انا بروح اعمل ايه بقى؟ انا المفروض كمهندس تكنيكال اوفيس موجود فين يا باشمهندس يا محترم؟ المفروض كمهندس اوفيس موجود في شركه الماء اعمل ايه؟ اعاده حصر. بمعنى بص كده هندسه، بص على انا بص على الـ على الـ على الـ على المشروع ده معمول له حصر، المشروع اللي قدام سعادتك ده مشروع معمول له حصر كميات بس حصر تفصيلي، مش زي الحصر بقى بتاع الاستشاري. مش قلنا ان في الاستشاري بيحطه في المقايسه اللي هي بتجي لي من عنده؟ لا، ده حصر مبدئي. انا بقى كمهندس المفروض اعمل حصر اسمه حصر ايه؟ حصر تفصيلي. تعال نشوف كده شكل حصر التفصيلي ده عامل ازاي. بص يا هندسه ركز معايا الله يكرمك. دي شايف كل بند من بنود المقايسه معمول له فايل خاص بيه، بس هفاجئك اكتر. تعال كده نخش مثلا على بند اسمه بند الخرسانه الجاهزه. بص هتلاقي ان البند ده شيت اكسل مرفق بمين؟ مرفق باللوحه. يعني ايه مهندس ده؟ تعال كده نشوف المشكله في الحصر. المشكله باشمهندس عاوز تكون شاطر في الحصر، وضح الحصر بتاعك، خلي كل شيت اكسل مرفق بلوحه. يعني ايه؟ ده بند الخرسانه الجاهزه، صح ولا مش صح؟ ده بند الخرسانه الجاهزه اهو يا باشمهندسين، ده كده يا باشمهندس بند الخرسانه الجاهزه. المفروض سعادتك، المفروض ده كده يا باشمهندس ايه؟ ده المشروع بتاعي، ده المشروع اللي انا بحصره. هتلاقي
السلام عليكم. ثواني بس، ثواني مهندس محمد هيكون معانا حالا دلوقتي. أهلا وسهلا بأهل ليبيا كلهم، أهلا وسهلا، منور منورنا. لا هو الزوم مش 40 دقيقة، احنا الأكاونت ده مفتوح مش هيفصل بعد 40 دقيقة، والمحاضرة مسجلة إن شاء الله. باشمهندسة فاطمة، اتفضلي يا باشمهندسة. بس كنت عاوزة أسأل اللي هو المقايسة والمستخلص، مين بيتعمل الأول؟ وأنا يعني مش عارفة، يعني المستخلص ده بيتكتب فيه مثلا اللي هو الحاجة الكمية بتاعتها والفلوس والكده، واللي هي المقايسة بكتب فيها الوصف بتاعها ولا إيه؟ طيب حاضر، ثانية واحدة، المهندس محمد هيرد على كل حاجة، هيرد على كل حاجة، بس يدخل حالا دلوقتي وهيرد على حضرتك حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام باشمهندس محمد. سامعني كويس؟ اه حصل مشكلة في حاجة ولا دي من عندي انا؟ فصل فجأة، فصل فجأة مش عارف ليه، لما فتحت برنامج الأوتوكاد فصل فجأة. فصل. سامعني كويس؟ انا سامع حضرتك سامعني؟ كويس. اه سامع حضرتك كويس جدا، اتمنى برضو الناس لو طب الشباب معايا؟ الشباب كلهم معايا؟ المهندسة فاطمة كانت اه مهندسة فاطمة، حضرتك سمعت السؤال؟ المهندسة فاطمة كانت بتسأل سؤال. اه اوكي طيب، انا هخليها هي تسأل بنفسها برضو. آه، تاني تعيد السؤال على حضرتك معلش، عشان هي كان عندها سؤال خاص بال سامعني يا هندسة؟ أنا سامعك. سامعني يا باشمهندس محمد؟ اه سامع حضرتك شباب بس. اللي سامعني أكد تام. تمام استاذ حضرتك، بس مهندسة فاطمة هتسأل سؤال كده عابر قبل ما حضرتك تكمل معلش. تمام معاكم. لو سمحت مش عارفة، بس اتفضلي عندي يا سؤال. باشمهندسة. اتفضلي. هو أنا لسه طالبة، فأنا مش فاهمة يعني الحاجات دي، أو اللي هو المستخلص والمقايسة. المستخلص ده أنا بكتب فيه مثلا الحاجة وفلوسها وكميتها الله ينور، والمقايسة، بعمل فيها الوصف بتاع الله ينور. المقايسة دي بتيجي بمواصفات المشروع اللي احنا هننفذه، بتيجي من عند الاستشاري زي ما حضرتك فاهمة بالظبط. المستخلص ده بقى أنا عشان أصرف الكميات بتاعة الشركة اللي بتنفذ، المفروض الشركة دي هي اللي تعمل لي مستخلص. الله ينور عليك يا باشمهندسة فاطمة، الكلام كده سليم جدا. في أي سؤال تاني؟ أي يعني ايه اول حاجة بنبتدي نعملها، مستخلص ولا بتبقى المقايسة ولا الاتنين نعم بيمشوا مع بعض؟ الحاجات بتتعمل الاول، المستخلص ولا المقايسه دي، المقايسة؟ المقايسه دي بتكون وقت التعاقد، وقت التعاقد اثناء التعاقد في البدايات خالص. المستخلص ده بعد ما بنفذ جزء من المشروع. الشروط في الاول خالص، في مهندس احمد اهو، المهندس احمد الطنطاوي كاتب بيقول المقايسه الاول بتكون في كراسه الشروط. الكلام بسيط جدا، في البدايه هي خالص المؤسسه مستندات العقد، ولكن المستخلص ده بيتصرف تباعا خلال فترات زمنيه محدده متفق مع الاستشاري عليها. تمام، اتمنى ان انا اكون فدت حضرتك. طب تعالوا نكمل، انا عاوز اوريكم حاجه يا شباب. بصوا كده يا شباب، ده كده يا باشمهندسين، دي كده ما اخدتش دي بقى الحاجات المهمه. الحاجات المهمة في الحصر، إن الحصر بتاعك لازم يكون، الحصر بتاعك يا باشمهندس يا محترم، الحصر بتاعك لازم يكون إيه؟ الحصر تفصيلي. بمعنى أنا ما أخدتش هنا ليه البلاطة كلها من بره؟ لأن أنا هنا راجل بدور على كل بلاطة، لأن ممكن تكون كل بلاطة لها سمك مختلف. المفروض إن الحصر بتاعي يكون حصر تفصيلي، وخلي بالك بعد ما بحصر
الشيت الاكسل ده، شيت الاكسل اللي قدام سعادتك ده انا بوديه للاستشاري بعد المستخلصات مرفقه اساسا بلوح حصر وبكميات. المفروض ان انا عندي هنا ده شيت الاكسل المفروض يكون مرفق بمين بقى يا باشمهندسين؟ مرفق بمين؟ مرفق بلوحه. اللوحه دي هي اللوحه هي لما ورد بمين؟ بشيت. يعني من الاخر ما ينفعش يا محترم يا باشمهندس يا محترم، ما ينفعش الله يكرمك، ما ينفعش سعادتك، ما ينفعش سعادتك، اسمعني اسمعني لان انا بقول لك ده، اسمعني الكلام ده مهم، ما ينفعش تعمل شيت اكسل من غير لوحه حصر. لازم الحصر بتاعك يكون تفصيلي. انا ولو انا براجع ورقه الحصر ولقيت كل الكميات اللي موجوده في شيت الاكسل دي هي كميات سليمه ولكن مش موضحه بلوح، طب انا هراجع وراك الحصر ازاي؟ ما هو حصر تفصيلي لان الكميات دي مش ارقام يا باشمهندسين. الله يكرمك، الكميات دي المفروض بتتحول لفلوس، المفروض الكميات دي اساسا هي في الاخر وفي الاول فلوس، فالمفروض ان انا انتبه وانا بقدم الحصر بتاعي يكون حصر مرفق ومفصل بلوحه وشيت اكسل. يا جماعه ده اساس الحصر. تاني حاجه انت بتحصر ازاي؟ طب انا دلوقتي عرفت اطلع الحصر، انا كده عرفت ان الحصر لازم يكون بشيت اكسل وايه ولوحه، كل بند بحصره بشيت اكسل ولوحه وكل حاجه تكون فايل لوحدها. تمام، ممكن تسميها يا هندسه المشمهندس، في مهندس هنا بيسال بيقول المفروض البلاطات تكون محدده بمحاور في الاكسل. مش شرط يا هندسه، انا ممكن اسمي كل بلاطه لوحدها اس 1 اس 2 اس 3. ده بيرجع لمين؟ ده بيرجع للاستشاري عموما، ده بيرجع لطريقه اللي هو عاوز يستلم الحصر شكله عامل ازاي، يا اما بالمحاور والاكسات يا اما كل ايه، يا اما سمي كل حاجه لوحدها. بس خلينا نقول حاجه، خلينا نقول حاجه، المفروض يا باشمهندس يا محترم، المفروض اسمعني ركز معايا، انا بحصر طبقا لايه؟ بحصر فعلي يا اما انا بحصر هندسي. طب اسمع كده، هندسي يعني ايه؟ يعني طبقا للكود. هو في حاجه اسمها كود ومواصفات؟ هو الحصر ده في طريقه متفق عليها؟ ايوه، المفروض ان في كود متبع تبع كل دوله. احنا مثلا عندنا في مصر عندنا مواصفه، المواصفه دي احنا بنحصر على اساسها، بمعنى البياض الخارجي مثلا وضعه ايه في الحصر. طب تمام، طيب الخرسانه لو قلت عن ايه تكون بالمتر المسطح. طب المفروض الدهانات بتعامل معامله البياض، البياض ده يا شباب اللي هو اللي بنسميه الياسه او بنسميه المحاره، في فرق اللي هو بعد اللي هو بيكون ورا الدهانات، يعني لو ما حدش عارف يعني ايه بياض. تمام يا باشمهندس، موضوع فروع الاسعار ده موضوع تاني، خليك بس معايا يا باشمهندس، مهندس حازم خليك معايا في اللي انا بقوله، موضوع فروع الاسعار ده قصه تانيه خالص. بس خلينا نقول حاجه، خلينا اقول لك انت سيادتك يا اما تحصل حصر، يا اما سيادتك تحصل حصر فعلي. يعني ايه حصر فعلي؟ يعني حصر طبقا لمين؟ للواقع، للواقع. يعني بتنزل انت والمقاول، انت والمقاول، انا كاستشاري مثلا انا بنزل انا والمقاول بننزل نحصر من الموقع. وفي حصر تاني ده على حسب الاتفاق، خلي بالك في حصر تاني طبقا للكود طبقا للمواصفات، ده متفق عليه. ده يا جماعه الحصر ده يعني مثلا حصر اعمال البياض، حصر اعمال الدهانات، المفروض يكون كل حاجه لها اسس، فالمفروض ان الاسس دي موجوده في حاجه اسمها ايه؟ المواصفات، الكود يا باشا. والحاجات دي انا على فكره جايب لك ليها كمان ايه، لاحظ كده معايا. يبقى ده الحصر اهو، كل حاجه ليها بند، وجايب لك هنا كمان، لاحظ هنا يا باشمهندس عندي هنا حاجه اسمها المواصفات دي. انا لما اقراها هبدا ان انا اعرف، هبدا ان انا اعرف ايه يا باشمهندس، هبدا ان انا اعرف البند ده بيتحصر ازاي. وعلى فكره لما بقرا الكود او بقرا المواصفات ده موحد، يعني كل الناس هتحصر زي المواصفات. الحصر بتاعك في الحاله دي بنسميه حصر هندسي طبقا للكود وطبقا للمواصفات. تمام يا هندسه، يبقى الحصر دلوقتي يا اما حصر فعلي في الموقع، ده بننزل نحصر من الموقع وده ما فيهوش في اي، انا والمقاول هنتفق على طريقه حصر معينه. على فكره مقاولين الباطن اوقات بيقول لك انا ماليش دعوه بالحصر اللي ما بين شركه المقاولات العامه وما بين المالك، حاسبني فعلي انا النهارده مثلا عملت طريحه او عملت كميه محدده حاسبني عليها، هتيجي تقول له تعالى نتحاسب هندسي هقول لك لا يا باشا هندسي ده مش بتاعي، حاسبني انا. المفروض الحاجات دي يتم الاتفاق عليها مسبقا، عشان وانت بتحاسبه على كميه معينه يجي يقول لك لا ما تحاسبنيش بالطريقه دي، انا بتحاسب بالطريقه الفلانيه. يبقى يا باشمهندسين نوضح بقى عشان بس الكلام ده يكون يعني ان في مهندسين كبار، انا والله الكلام ده انا يعني في ناس يا جماعه ما بتعرفش الفرق ما بين الحصر الفعلي والحصر الهندسي، في ناس ما تعرفش يعني ايه حصر تفصيلي وحصر اولي. الحصر الاولي اللي انا وريته لك في المقابله كانت موجوده جنب اسم البند، الحصر التفصيلي ده الحصر اللي انا بعمله عشان اتحاسب عليه. تمام يا هندسه؟ تمام. طيب لا يا هندسه مش لازم، هندسه لما تيجي تتحاسب من اللوحات، لما تيجي تتحاسب حصر فعلي يبقى من الموقع،
ماليش دعوه، لو الكميه في الموقع ازيد من اللي موجوده في اللوحه بيتم تعويض ده اساسا اثناء التسعير. بيتم هنا في الحاله دي عمل فرق سعر في الفلوس مش في الكميه. يعني ايه؟ يعني ببساطه حصر بند الحفر في الموقع بيكون فيه ميول وبيكون فيه رفرفه، طب المفروض في اللوحه ما فيهوش ميول ورفرفه مثلا، سي مثلا ما فيهوش ميول ورفرفه، المفروض ان انا هحصره من اللوحه بدون ميول وبدون رفرفه، يبقى ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان بند الحفر في اللوحه اقل ما هو موجود في الموقع، طب انا دلوقتي المفروض تعاقديا بتحاسب من اللوحه، يبقى انا المفروض الكميه دي ايه اللي هيحصل لها؟ الكميه اللي موجوده في اللوحه دي المفروض تزيد سعرها، يزيد عشان يعوض الزياده اللي موجوده في الموقع. اتمنى تكون الحته دي والحته دي بتتوضح فعلا تعاقديا من البدايه. المهندس طبعا طبعا يا هندسه، طريقه التسليم بتتوضح من البدايه تعاقديا، وطريقه الحصر وطريقه الحصر. تمام يا هندسه؟ طب تمام كويس جدا. طب تعالى كده يا هندسه نتكلم في حته ثانيه. انا اتمنى بيبقى له كود لازم يكون واضح، لو هو حصر تفصيلي لازم يكون واضح، لو هو حصر تفصيلي هقول له حاجه كده. تعالوا كده نشوف يا شباب، تعالوا كده نشوف حاجه زي، تعالى كده نشوف. اتمنى شايف ده ايه؟ ده بند اسمه بند العزل. اسمع كده يا باشمهندس، بند العزل، اقرا كده هندسه بس، اقرا كده يا باشمهندس، اسمعني كده بس يا هندسه، خليك معايا وانا هجاوبكم على كل الاسئله بتاعتكم. باشمهندس عمرو انا هجاوبك على كل الاسئله، خليك بس معايا، انا هفتح نص ساعه في الاخر اجاوبكم عليه، ما فيش سؤال انا مش هجاوب عليه. تعالى هنا كده هندسه، شوف بند العزل ده، بند العزل ده يا شباب اللفايف دي اسمها لفايف الانسومات او الممبرين. المفروض ان هنا بيكون حاجه اسمها اوفو، المفروض لو انا بحصر هندسي ما بحسبش معاه الاوفرلاب او مسافه الركوب دي، بس بعمل حسابها في الفلوس. يعني هي في الحقيقه بتتنفس، يعني ايه؟ يعني المفروض اللفه دي مع اللفه اللي، بص هنا كده يا باشمهندس، بص هنا كده، عاوز اوريك حاجه، عاوز اوريك حاجه، لاحظ انا عاوزك تبص على دي، بص دي اللفه اهي، بص على المنطقه دي، ايوه دي انا مش هحصرها هندسيه، ولكن دي هتحمل على السعر، هتكون زياده في السعر، والدليل اهو. تعال كده نشوف، تعال كده نشوف سريعا يا باشمهندس موضوع تحليل الاسعار، ده التسعير اهو، افتح كده يا باشمهندس. طبعا الفايل ده تعال كده نشوف، مثلا عندي هنا مثلا بند، مثلا زي بند العزل، بص ده دي مقايسه معمول لها تحليل اسعار، بص كده هندسه، ايوه اهو بالمتر مسطح توريد وتركيب حمايه للعزل من برين، ايوه لاحظ هو هنا ضايف مين؟ مين الركوب اهو، يعني هندسه. بص بنستخدم الحصر الهندسي امتى والفعل امتى؟ على حسب الاتفاق المهندس عمر، على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق. بس ما فيهوش ركوب بس الفعلي فيه ركوب، طب المفروض انا كمقاول لو انا بتحاسب من غير ركوب ما انا هخسر. لا يا باشا، ما المفروض الكلام ده كنت عامل حسابه في ايه؟ ايه هندسه عامل حسابه في؟ لا يا باشا، انت المفروض تكون عامل حسابه، المفروض تكون عامل حسابه اساسا في الفلوس في البدايات وانت بتسعر البند. وفي بنود كتير كده غير العاد حفر، بيكون كده بنود كتير في المشروع بتكون بالطريقه دي، فانا عاوزك تخلي بالك في فروق. يعني يا جماعه وانتوا بتحصروا، اي حد بيسال سؤال على اي جروب في الدنيا، على اي جروب في الدنيا، وانت بتجاوب له على سؤال الحصر ده، قول له وانت بتجاوب حصر البند هندسيا كذا، او اساله سؤال قول له انت بتتحاسب ازاي؟ بتتحاسب طبقا للمواصفات وطبقا للاكواد؟ بتتحاسب هندسي ولا بتتحاسب فعلي انت والمقاول مع بعض كده بتمشوا حب مع بعض، انتوا واخدين بالكم بالطريقه اللي تعجبكم انتوا الاثنين؟ تمام يا هندسه؟ تمام. طيب النقطه، طب سؤال بقى دلوقتي، بعد ما اتكلمنا عن الحصر واخدنا فكره عنه ان الحصر بتاعك لازم يكون تفصيلي، كل بند مرفق بلوحه، التسعير انت عشان تكون مهندس احيانا بنحتاج ان احنا نسعر في الموقع، وفي المكاتب الصغيره او في عموما في المكاتب لازم يكون فكره عن التسعير. طب انت عشان تكون شاطر في التسعير، هل انت محتاج تاخد كورس تسعير؟ لا بصراحه للامانه انا مسؤول عن اللي انا بقوله لك ده، انت لو اخدت مليون كورس تسعير هيكون عندك قصور في التسعير. انت هتتحاسب هندسه، اسمعني اسمعني يا هندسه،
اسمع، طبعا بنحسب المقاول الهندسي. احنا كده خلصنا من الحصر، لو عندك سؤال اكتبه لي وانا تحت امرك يا باشمهندس عمر. خليني اقول لك حاجه هندسه، خليني اقول لك حاجه. مهندس التسعير، هل انت عشان تكون مهندس تسعير لازم تروح تاخد كورس تسعير؟ حتى لو اخدت كورس تسعير هيكون بالنسبه لك فيه قصور لسبب بسيط. امسك كده ورقه وقلم. على فكره موضوع التسعير ده فيه، يعني لو انت عاوز تبقى مهندس تسعير المفروض المهندس ده بيكون مهندس على وضعه، يعني المفروض ان الراجل ده بياخد فلوس، يعني المفروض الراجل ده من مرتبات الكبير. تمام؟ عاوز اقول لك حاجه، مهندس التسعير ده المفروض يكون ملم. انا راجل هنا مثلا بسعر بند العزل اللي انا وريت لك عليه الصوره ده اللي احنا كنا بنحصره من شويه، المفروض ان انا وخلي بالك سعر الخامه ده بيختلف من موقع للتاني، فانا لازم اكون ملم بمين؟ ملم بالاسعار، ولازم اكون ملم بمين؟ بمعدلات استهلاك المول. هقول لك بسبب بسيط، هو متر الخرسانه ده بيتحط فيه طن اسمنت؟ اكيد لا. يبقى المفروض سعادتك يا محترم متر الخرسانه ده بيحتاج عدد معين من الشكاير. طب انا هعرف الكلام ده منين؟ لما انزل الموقع. طب المفروض ان متر الخرسانه ده او متر العزل ده، انا لو مش عارف ان في مسافه ركوب لازم اكون نزلت موقع اعرف لا يا هندسه خليني اقول لك على كل الاسئله. لازم ابقى عارف تكلفه النقل من الموقع لمين؟ من الموقع من الموقع لازم اكون عارف تكلفه النقل من المشون للموقع، لازم اكون بتاع المواد. طب الكلام ده كله انا عشان اكون مهندس تسعير شاطر، ودي من مهام على فكره مهندسين المكتب الفني، عشان اكون مهندس تسعير شاطر المفروض سعادتك اكون عارف ايه؟ لا، المفروض تكون نزلت تكون ملم بالاسعار، المفروض تكون ملم بالطرايح. يعني ايه بالطرايح؟ هقول لك حاجه، هو انا لو جبت بنا بيبني حيطه نص طوبه انتاجيته قد ايه في اليوم؟ المفروض اكون عارف الكلام ده. تمام يا هندسه؟ المفروض برضو اكون عارف لو انا جبته بيبني طوبه، حيطه طوبه، طب لو انا مسافه او معدل الانجاز في العزل قد ايه؟ الراجل اللي بيعمل عزل بيفرد قد ايه في اليوم؟ الكلام ده انا هعرفه منين؟ الكلام ده انت مش هتعرفه من كورسات يا باشمهندس. معلش بعد اذن حضرتك مش هتعرف تجيبه من كورسات، هتجمع معلومات من كورسات ولكن هيفضل برضه في قصور. عشان تتعلم تسعير كويس وعشان تعرف تسعر وعشان تحدد مسافه الركوب ونسب الهالك واسعار المول والخامات ومعدلات الانتاجيه والطرايح، يعني الحاجات دي كلها تعرف تجيبها منين؟ تجيبها من الموقع، يكون عندك خبره في الموقع يا باشمهندس، يكون عندك خبره في الموقع. الموضوع ده مش بيحتاج كورسات يا شباب، التسعير بالنسبه العلميه انت تقدر تتعلم مستخلصات من اي كورس، تقدر تتعلم حصر على فكره من الفيديوهات، مع فيديوهات. اما موضوع ان البند ان البنود دي طبعا لو عليها جمارك كل ده بيحمل. طب تعالى كده يا باشمهندس، تعالى كده نقرا بيضاف هنا ايه؟ يضاف مصاريف اداريه وارباح، مش الشركه دي مش هتكسب؟ طب نسبه الربح كام؟ طبعا يا جماعه مهندسين التسعير دول هم من الناس اللي بيبقوا على وضعهم داخل الشركات، بس تسعير يحتاج خبره، تسعير يحتاج خبره، حط تحت كلمه خبره دي مليون خط. تمام يا هندسه؟ تمام جدا. يبقى مقايسه، خلي بالك انا ممكن برضو ارفقها، ممكن ارفق دي مقايسه مشروع فعليه، صحيح انا مش انا اللي عاملها ولكن هي مقايسه مشروع فعليه ومعمول فيها ممتازه جدا، معمول فيها بالكامل لمجموعه من الايه؟ لمجموعه من البنود. ممكن كمان ارفقها المجموعه من البنود كتير جدا، وان شاء الله هتكون استفاده كبيره. بشكل عام عرفنا يعني ايه تسعير، ان الراجل هنا بيعرف او بيطلع لنا خانه الفئه، خانه الفئه اللي هي الخانه دي يا باشمهندس، لاحظ كده اللي هي الخانه دي، اللي هي خانه الفئه دي ببساطه ازاي. شركه المقاولات بتاخد مين؟ انا بتكلم في الشغل الخاص، شركه المقاولات بتاخد المقايسه دي، المقايسه دي حضرتك المفروض انها تتسعر، كل بند من البنود ده المفروض يتحط له سعر، يتعمل تحليل اسعار. خلي بالك تحليل الاسعار ده بيكون شامل ايه؟ شامل المكسب، شامل الهالك، شامل النقل، شامل ال 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 خلي بالك تحليل الاسعار ده كمان بيكون محمل عليه في حاجه اسمها دايركت كوست، في حاجه اسمها اندايركت، يا جماعه محمل عليه حتى رواتب المهندسين، الانتقالات، الكلام ده كله المفروض يكون داخل مين؟ داخل التسعير. يعني الكلام ده كله بيكون نسبه بمين؟ هرفق الكلام ده كله بشكل صح، نسبه محمله من تسعير البنود دي. تمام يا هندسه؟ تمام جدا. طبعا موضوع الجداول الزمنيه وعمل الجداول الزمنيه في الشركات بيكون ده من مهام مهندس المكتب الفني، لان ما بيبقاش عندهم قسم اداره. انا عاوز اقول لك معلومه مهمه جدا، مهندس التسعير ده يا باشمهندس هو المهندس الوحيد اللي لو مشى من الشركه ما تقدرش
بتكلم على مهندس المكتب الفني بشكل عام، هو المهندس الوحيد اللي لو مشي من الشركه، الشركه ما تعرفش تتخلى عنه لسبب بسيط. انت مثلا لو مشيت مهندس بيعمل مستخلصات هتبقى مشكله كبيره جدا. عجبني مهندس محمد ريحان اتكلم فيها في الفيديو الاخير، كان كلام ممتاز جدا. الراجل بيقول لك انت لو مشيت مهندس بيعمل مستخلص ينفع؟ لا ما ينفعش خالص، ما ينفعش امشي مهندس بيعرف يعمل مستخلص، ما ينفعش امشي مهندس يعرف نسب الصرف ويعرف المستخلص ده اتصرف للمقاول ده ولا ما اتصرفلوش، اتصرف له كام مستخلص، طب لسه له ايه، طب المفروض ياخد، طب المفروض ايه اللي باقي له. الكلام ده كله مين اللي يعرفه؟ مهندس التكنيكال اوفيس. انا اقدر مع احترامي انا اقدر اجيب 20 مهندس موقع، 20 مهندس موقع، 20 مهندس سايت، بس صعب جدا مهندس تكنيكال اوفيس يعرف الكميات، ملم باعمال المستخلصات، ملم باعمال الحصر، امشيه وعشان اجيب مهندس تاني يشتغل مكانه بعد ما بيبقى عارف منين يودي فين. طبعا في جزء جدا الناس كتير يا جماعه بتهمله، اللي هو جزء ايه؟ اللي هو جزء بقى ده جزء قاتل، جزء الورقيات، جزء الورقيات، النماذج الورقيه. جزء النماذج الورقيه ده للاسف جزء النماذج الورقيه ده للاسف يا شباب من الحاجات اللي مهندس المكتب الفني بيأثر فيه جدا. وعلى فكره شروحاتها على النت مش كتير. طب هو يعني ايه اي ار؟ يعني ايه ار اف ار؟ يعني ايه مثلا طلب معلومات؟ يعني ايه طلب معلومات؟ تمام؟ تعالى هنا كده، بص كده هندسه هنا، تعالى نشوف يعني ايه طلب معلومات، يعني ايه طلب فحص اعمال، يعني ايه طلب اعتماد مستندات. يا جماعه الكلام ده المفروض ان في قصور، هنا بقى القصور، هنا القصور. وعلى فكره قصور واضح جدا، ازاي تبعت ايميل، ازاي ترسل ايميل، ازاي ترسل صيغه، ازاي ان انت ترسل ايميل، ريكويست فور انفورميشن، ار اف اي. الار اف اي ده بعمله ليه؟ طلب المعلومات ده. بص يا هندسه تعالى كده هقول لك حاجه ببساطه، كل ورقه من الورق ده انا بستخدمها في وقت معين، كل ورقه من الورق اللي قدام سعادتك ده انا بستخدمها في وقت معين. ليه؟ انا كمثلا تكنيكال اوفيس عند شركه المقاولات، المفروض ان انا بيبقى في مراسلات وخطابات مع مين؟ مثلا مع الاستشاري. هل انا مثلا برفع سماعه التليفون واكلمه واطلب منه طلب؟ لا، كل حاجه يا حبيبي بورق. سوء الظن من حسن الفطن في الموقع. يعني ايه؟ يعني المفروض سيادتك، المفروض سعادتك يا محترم، عشان تبعت او ترسل او تستقبل خطابات بورق مش بالتليفون، اتعود عموما. حتى لو انت مهندس سايت، حتى لو انت ديزاينر وطالب، ابعت لي بيها ورقه. يبقى المفروض طلب الاعتماد ده، المفروض سعادتك طلب الاعتماد ده يا باشمهندس، طلب الاعتماد ده او طلب معلومات، مين اللي بيعمله يا باشمهندسين؟ طلب المعلومات ده المفروض اللي هو الار اف اي، المفروض اللي بيعمل، هنزلها يا شباب، هنزل الورقيات دي، المفروض اللي بيعمل طلب المعلومات دي، المفروض اللي بيعمل طلب. انا مثلا انا كمهندس، انا كسلام بعمل شوب درون، ففي حاجه مش واضحه، المفروض ارن على الاستشاري بالتليفون ولا ببعت له ار اف؟ ده انا بقول له والله الاكس مترحل، وفي فرق ما بين اللوحه المعماري والانشائي في الاكس، فهل ممكن سيادتك او هل ممكن حضرتك توضح لنا؟ تمام، توضح لنا الحل. فالمفروض ان انا برفق له، هو طبعا بيرفق لي الحل والمعلومات المطلوبه، بكتب له المشكله وممكن كمان ارفق له لوحه امان، ببعتها له عن طريق ايميل او ابعت له حل المشكله، هو بيبعت لي الحل على طول تحت مرفق كتابيا وموقع عليه بالوقت والتاريخ. ده تبديل ار اف ار. طب تمام، عندك حاجه ثانيه اسمها هنا ايه؟ اعمال الاي ار. تمام، عندك هنا طلب اعتماد مستندات. فانت عندك كل التقرير اليومي، لو انت بتقدم تقرير يومي تكتبه ازاي؟ يبقى المفروض ان كل ورقه من دي، كل ورقه من دي سعادتك مذكره خصم. لو انت مثلا عندك مثلا مذكرات الوفد تجاوز، لو انت عندك كميات متجاوزه، كميات زياده، المفروض ده هيكون لها ورقه. يبقى يا جماعه موضوع الورقيات ده بالذات من الحاجات اللي المفروض، لو يعني المفروض ان يتعمل فيها فيديوهات، لان في قصور كبير جدا في شرح الورقيات الخاصه باعمال المكتب الفني، ودي من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها خلال الفتره الجايه، وان شاء الله خلال الفتره الجايه هنبدا نتكلم على كل جزئيه. ازاي تبعت ايميل؟ محدش اتكلم عن ازاي تبعت ايميل، ازاي تبعت خطاب او مخاطبه او مراسله باي حاجه. هنا بيان اعمال صبر، تقرير انجاز تفصيلي. طيب كويس جدا،
دلوقتي يا هندسه محضر اجتماع، اجتماع مثلا عندك اجتماع مقاول مع اجتماع الاستشاري، المفروض فيه محضر، المحضر ده بيخرج منه مجموعه من الاعمال او مجموعه من التوصيات، المفروض تكون في محضر الاجتماع، في محضر استلام موقع، في محضر تسليم موقع، تسليم موقع، في في يعني ايه ريكويست، يعني ايه اي ار. لما بتيجي تتكلم في الحاجات دي قدام الناس، المفروض انت ما تنفعش كمهم يا جماعه. الكلام ده على فكره، الكلام ده ما بي... يعني ما ينفع. بص يا هندسه، انت لو شغال في مكتب فني مش هيقول لك هات الورقه الخاصه بطلب المعلومات، هيقول لك انا عاوز الار اف اي. هتقول له يعني ايه ار اف اي؟ يبقى المفروض انت برضو تكون ملم باختصارات كل ورقه من دي بتعمل ايه. انا عاوز الاي ار، في حاجه في يعني كل حاجه من دي لها اختصار، ليها اختصار، المفروض الاختصار ده انت تكون ملم. طيب ده كده بالنسبه لجزء مين. يبقى احنا كده اتكلمنا سريعا، اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم في الجزء اللي فات ده. يبقى احنا كده اتكلمنا سريعا عن مين، اتكلمنا عن حصر الكميات وازاي تطلع حصر الكميات بتاعتك بصوره كويسه، اتكلمنا ان مهندس التسعير ده بيحتاج خبره وبيحتاج درايه بالتنفيذ اكتر عشان يعرف يسعر اكتر، وان الموضوع ده مش محتاج كورسات، خبره محترمه جدا في التسعير. اتكلمنا عن الورقيات، وان مهندس المكتب الفني ده لازم يكون ملم بالورقيات، وان كل ورقه من دي بتستخدم في موضوع معين وفي مكان معين. تعالى نتكلم النهارده على موضوع المناقصات والمزايدات والجداول الزمنيه دي. احنا قلناها وقلنا ان في الشركات الصغيره احيانا ما بيبقاش في قسم اداره، بيكون في قسم في الشركات، احيانا مهندس المكتب الفني هو اللي بيعمل الجداول. تمام. طيب تعالى نتكلم دلوقتي على المناقصات والمزايدات. يعني ايه المناقصات والمزايدات؟ انت كمهندس مكتب فني لازم يكون عندك جزء ودرايه بالقانون. يعني ايه بالقانون؟ يعني تكون عندك جزء ودرايه بشويه معلومات في القانون. طب القانون ده مين اللي بيدرسه؟ بتوع حقوق. طب احنا برضو للاسف، ما انا اقول لك حاجه على فكره، المستخلصات، حد فيكم درس مستخلصات في الكليه؟ الناس ترد عليا. ممكن حد فيكم يا جماعه درس مستخلصات؟ كل الناس ما درستش مستخلصات. لو حد متابع معايا ما تلاقيش حد درس مستخلصات، كل المهندسين ما درسوش في الكليه. طب مين اللي بيدرس مستخلصات؟ المحاسبين. طب انت محتاج تعمل مستخلص، ما انت هتقول له هتجيب محاسب يعمل لك مستخلص، تبقى المستخلصات من مهام مهندس المكتب الفني. طيب برضه المناقصات والمزايدات، خريجين حقوق، ده قانون يا باشا، انت المفروض تكون ملم بقانون المناقصات والمزايدات، تكون ملم بطرق التعاقد، تكون عندك معلومات. يا جماعه قانون المناقصات والمزايدات ده مهم جدا، موجود في التامينات وقيم التامينات. لو في مهندس، لو انت شغال في شركه صغيره وعاوزين نخصم على المهندس، هنخصم عليه ازاي؟ هنروح نجيب مهندس عقود ولا نروح نجيب محامي عشان يعرف قيمه التخصيم عليه؟ مستحيل. انت المفروض تكون عارف قيمه الخصم المرفقه بالتعاقد. وهندسه، ايوه هندسه، قسم التشغيل والبناء في معظم مهام المكتب الفني والعقود والمناقصات. يبقى موضوع العقود والمناقصات ده مهم. هقول لك ازاي تربط الشيميكال اوفيس وخصوصا الشوب دروينج بالبيم، بتكنولوجيا البيم، ولكن ده في الجزء الثاني، في الجزء الثاني. بس خليني اقول لك حاجه، خليني اقول لك انك كمهندس تكون ملم. ده قسم التشييد والبناء ده يا شباب، في قسم اسمه قسم التشييد والبناء موجود في جامعه المنصوره. مش كل الناس درست تشييد وبناء، مش كل الناس اقسامها في شعبه عامه، في ناس شعبه عامه ما درستش حاجه عن قانون المناقصات. هقول لك حاجه هندسه، انصحك على التنفيذيه لقانون 182، ده قانون ده يا جماعه افتح كده، دي اللائحه التنفيذيه، ده اللائحه التنفيذيه بتاع القانون. المفروض سعادتك تقرا الورق ده، المفروض على ليه؟ لان في كتير معلومات مغلوطه بتتقال، مع احترامي لاساتذتنا الكبار، معلومات كتير مغلوطه بتتقال في الدورات يا جماعه من القانون ده، لازم تقراه. انا بقول لك ده زي الكود، ده زي كود التفاصيل، ادي له اهميه زي كود التفاصيل. معلش تعالى على نفسك، لو انت حابب تخش المجال اقراه، هتستفيد منه جدا، هتخرج منه باستفاده محترمه جدا. التخصيمات اللي المفروض يتعمل وانت بتكتب منطوق البند بالمقايس، خلي بالك ده القانون ده هيفيدك اساسا عليه. بمعنى يعني اي حاجه داخل المكتب الفني من مستخلصات، من مقايسات، ازاي تكتب منطوق البند. يعني انت عندك مقايسه مثلا اهي، ازاي تكتب منطوق البند؟ حد فكر في حاجه زي دي؟ يعني هو على اي اساس كتب بالمتر مسطح توريد وتنفيذ اعمال مباني من الطوب الطفلي المثقب؟ ليه يا شباب ما بيقولش مثلا اسم الشركه؟ ليه؟ باشمهندسين ركزوا كده معايا، ركزوا كده معايا، انا بتكلم، ما بتكلمش عن الفيدك، ماشي يا هندسه ماشي، انا مش بقول له خليك ملم بالفيدك، لا انا بقول له على الاقل يكون عارف
القانون المصري بتاع المناقصات والمزايدات اللي هو قانون 182 على الاقل يعني، ده لو هو حابب يبتدي كتكنيكال اوفيس. انا عاوز اقول حاجه بسيطه، هو سؤال، هو ليه، هقول لك بقى ايه علاقه القانون بحاجه زي دي. هو احنا ليه هنا يا جماعه ما بنكتبش مثلا البند ده جاي منين، يعني مثلا بالمتر المسطح توريد وعمل مباني من الطوب الطافي، ما اقولش مثلا من مصنع طوب سلامه، سلامه ده انا كسلامه هنفترض ان انا فاتح مصنع طوب، ليه ما بقولش، ليه ما بينفع، ليه ما ينفعش اقول مثلا هات من طوب سلامه؟ محدش فكر في الموضوع ده، لان قانون 182 بيقول لك في احد مواده ان المفروض انا ما اكتبش اسم المورد. المهندس عمر، المهندس عمر لو هو معايا دلوقتي بيقول لك ما ينفعش تكتب اسم المورد، لان ده احيانا بيحط الاستشاري في موضع شبهه مع المالك، لان ممكن الاستشاري ايوه تمام ما بينفع، لان انا ما ينفعش حد، مين اللي قال الكلام ده يا باشمهندس عمر؟ مهندس عمر في الشات دلوقتي، مين اللي قال الكلام ده؟ قانون 182 ماشي، في بنود خاصه وحصريه، ده له موضوع تاني، ده لما تكون بنود احتكاريه وفي حد معين هو اللي بيفرزها، ولكن في المجمل الامر، في مجمل الامر يا باشمهندس المفروض ان انا ما اضيفش المورد. طب هو انا لو مش عارف القانون اعرف حاجه زي دي؟ الكلام ده موجود في القانون. طب قيم التخصيم، المقاول هخصم منه ازاي؟ طب غرامه التاخير، طب قيم التامينات، تمام، قيم التامينات يا هندسه، التامينات دي هجيبها منين؟ طب هو في حاجه اسمها تامين ابتدائي ولا مفيش؟ سؤال بقى، في حاجه اسمها تامين ابتدائي ولا مفيش؟ طب ايه الفرق ما بين المستقطع والفرق ما بين التامين النهائي والتامين الابتدائي؟ طب سؤال، في حاجه اسمها مثلا شروط، هقول لكم حاجه يا شباب، هنفترض ان انا كاونر انا مالك، عملت كراسه شروط وعملت مواصفات للمشروع بتاعي، والمهندسين المفروض كل شركه مقاولات بتيجي تسال مشروع عشان تدرسها، اسمعني كده هندسه، عشان تدرس مين؟ علشان تدرس، اسمعني يا محترم، شركات المقاولات بتيجي تسحب كراسه الشروط دي علشان تدرس مين؟ عشان تدرس بمستنداتها. المفروض سعادتك انا كمالي غيرت رايي، حبيت اعمل الرخام اللي موجود جوه المول اللي انا بعمله الاعمال، حابب اشيل الرخام واحط مكانه سيراميك، او حابب اشيل السيراميك واحط مكانه رخام وغير بند في المقايسه، هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ هل ده ينفع يا شباب ولا ما ينفعش؟ حد فكر يعني؟ بس انتوا سحبتوا كراسه الشروط، ردوا عليا كده، انتوا سحبتوا كراسه الشروط. ينفع طبعا، بس خلي بالك انا بتكلم هندسه، لا 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 لا، انا بتكلم انتوا سحبتوا الكراسه، انا ما اخترتش شركه المقاولات لسه، انا ما اخترتش شركه المقاولات لسه، طبعا ينفع. طب الكلام ده انا هعرفه منين؟ من قانون من القانون، ايوه طبعا. يبقى انا المفروض يا باشمهندس يعني معلش، كلمه اكواد وكلمه قوانين اسوأ حاجه عند المهندس، اسوأ حاجه انك تقول للمهندس افتح كود التفاصيل، اسوأ حاجه عند المهندس انك تقول له بص في الكود، بص في القانون. يعني يا هندسه ينفع المالك يغير، ينفع المالك يغير داخل المستندات التعاقديه، بس بشرط انا كده ما تقلش او المده المعينه ديت تكون ما بين جلسه فتح المظاريف اللي هتسلم اخر ميعاد لتسليم العطاءات وما بين التغيير، طبقا للكلام اللي موجود في قانون المناقصات والمزايدات. طب يبقى انت يا باشمهندس، ده بس ده مثال بسيط، يبقى في هنا لا طبعا بيكون لها تاثير على التكلفه يا هندسه، بيكون لها تاثير على، ده انا بتكلم على مرحله اللي قبل التعاقد يا باشمهندس، بتكلم يعني ايه؟ يعني بتكلم على المرحله الاوليه في التعاقد، تمام؟ يبقى يا جماعه نصيحتي ليكم يا جماعه، ما تهملوش القانون ده، القانون ده اتسلوا فيه، اقروه يا شباب. طيب تعالوا كده سريعا بس عشان ندي للشوب دروينج، ندي له حقه. الشوب دروينج، بص يا هندسه، يعني ايه شوب دروينج؟ الشوب دروينج يا باشمهندسين ببساطه هو اخراج لوحه تنفيذيه تفصيليه، بمعنى معلش يا باشمهندس اعذروني ان انا اخد، لان برضو الوقت ضيق، بحاول اخد من كل قصه حكايه، يعني ايه؟ او من كل حكايه قصه، بحاول ان انا اخد من كل جزء كلياً، بحيث ان انا برضو اكون غطيت في ايه؟ غطيت كل حاجه. بص يا هندسه، بص اسمعني كده، دي لوحه ايه؟ دي لوحه اوتوكاد، دي لوحه اوليه، لوحه كات. انا لو انا اخدت الكلام ده نزلت بالموقع قلت لك يا هندسه، الحداد جالي قال لي يا باشمهندس قف واحد دي هتحتاج حد قاعده قف واحد، هنقطع الحديد بتاعها ازاي؟ طب الحديد مثلا هيكون على شكل حرف ال، وعلى طبعا انتوا عارفين انتوا الفرش والغطا احيانا بيتعمل ال واحيانا بيتعمل يو. طب ممكن تقول لنا كميه الحديد؟ طب هنقسط الحديد ازاي؟
طب ما هو بعد اذنك يا باشمهندس الحاجات دي كلها مفروض مهندس الموقع. بص هو لو مهندس موقع عملها هتحتاج ممكن يقدر يعملها. على فكره في حدادين شاطرين جدا 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 يعني، بس خلينا نقول هنفترض انه هيديها لمهندس الموقع. مهندس الموقع هيضيع وقت ولا مش هيضيع وقت؟ هيضيع وقت، ممكن يغلط ولا ما يغلطش؟ او موارد انه يغلط. طب ايه رايك ان احنا نديله اللوح دي بالشكل ده؟ بص هقول لك حاجه، دي الكاميرات اهي، هديك مثال بسيط، دي الكاميرات بلاش يا سيدي المشروع ده، في مشروع تاني انا فاتحه هنا، اتمنى ان انا ايه اتمنى ان انا إيه الاقيه، مش عارف هو موجود ولا لا. ايوه موجود هنا، دي بص عامل الوقت عامل مهم. بص يا هندسه دي كده كاميرات. هو انا لو نزلت باللوحه حد يا جماعه عارف الكاميرا دي التسليحه شكله عامل ازاي؟ طبعا الكلام ده مش واضح. طب بص هنا كده يا باشمهندس هتلاقيني عامل شوب درونج للكاميرات اهي. شوب درونج كام؟ ده مشروع فعلي. انا عامل انا شوب درونج اللي فيه حاسب الحديد، حاسب طول السيخ كام؟ حاسب طول الاسياخ دي كام؟ يبقى انا هنا بعمل شوب، يبقى انا هنا بطلع لوحه تنفيذيه تفصيليه لكل جزء من اجزاء المشروع، بطلع له لوحه تنفيذيه. بطلع له لوحه بحيث انه يكون معلوم كميات الحديد ومعلوم كمان اماكن التكثيف. طب على فكره يبقى المفروض ان مهندس الشوب درونج الانشائي اللي بيطلع شغل الحديد ده بيطلع لوحات تنفيذيه تفصيليه لكميات الحديد دي، بطلع له كميات. ده بيفرق في ايه؟ ده بيفرق يا باشمهندس في الوقت، بيفرق في التكلفه، لان انا بوصل له مينيمايز نسبه الهالك. طب يعني ايه مينيمايز نسبه الهالك؟ بوصل له الاقل نسبه هالك ممكنه عن طريق برنامج اسمه الكاتنج. البرنامج ده يا جماعه ممتاز، البرنامج خرافي، البرنامج ده بيقدر يوفر ملايين في المشروع. يبقى انا عن طريق برنامج الكاتنج اوفر كميات ايه؟ اوفر كميات حديد. يبقى طب ايه البرامج عمل الشوب دروينج؟ برامج كتير بصراحه. بصوا برامج كتير، انا ممكن استخدم الاوتوكاد العادي في عمل لوحات الشوب دروينج، ممكن استخدم برنامج الكاد ستراكشر، وعلى فكره برنامج الكاد ستراكشر ومن البرامج الجميله جدا، وعلى فكره له شروحات كتير جدا على اليوتيوب. برنامج الكاد ستراكشر منه اتنين، عندك نسخه 2014 نسخه 2015، عندك برنامج تاني اسمه الادفانس كونكريت، عندك طبعا انت كان عندك ادفانس كونكريت وادفانس ستيل، ستيل ده بتاع الستيل، احنا شغلنا في الكونكريت، عندك برنامج تاني اسمه الارماكاد، عندك الريفت. هنا بقى تكنولوجيا البيم، او البيم هنا في المستقبل هو اللي هيسيطر على موضوع الشوب درونج. ليه؟ لان المفروض المبرمجين والشركات اللي بيعملوا البرامج بدا الاهتمام خلال الفتره دي والفترات اللي فاتت ان هم يبداوا يطوروا. يعني انت ايه؟ يعني انت لو بتشتغل اي اس دي انصحك ريفت وتتعلم ما بعد الريفت فيما يخص البيم عموما. عندك الاوتو ريبار بتعمل شوب درون، ولكن عموما اهتم هنا بقى بانك تدور احدث. يعني ايه؟ ماشي احنا كلنا بنعمل شوب درونج بالاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج او بالكاد العادي، اتعلموا يا جماعه كل ما يخص تكنولوجيا البيم، خشوا في الريفت اتعلموا ريفت. في المستقبل اعتقد ان مستقبلا كمان الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج برنامج رائع جدا، ولكن هيخرج برامج ثانيه وعلى فكره في موجود حاليا في برنامج اسمه دينامو. برنامج الدينامو ده بيسلح بيعمل تمبلت جاهزه وبيسلحها. طب ليه يا جماعه؟ ايوه باشمهندس باشمهندس ادم بيتكلم هنا برضو عن ايوه طبعا دي الاداه الصغيره اللي بتضاف على برنامج الريفت. هنا بقى بيقع دور تكنولوجيا البيم عموما والمستقبل في عمل لوحات الشوب درون. هل احنا هنفضل طول عمرنا شوب درون بالكار ستراكشر ديلينج؟ حاليا احنا كل اغلبنا كله شغال بيه، ولكن انا بنصح اي مهندس بيسمعني حاليا انه يبتدي يتعلم ريفت، يتعلم يتعلم كل ما يخص الريفت. كل ما طبعا البيم هو علم، هي اداره، هو علم كبير، علم كبير، العلم ده جواه برامج كتير. حاول يا باشمهندس او الناس اللي حابه شغل المكتب الفني، الصراع مستقبلا هيكون على مين كام مهندس، او انت بتجيد ايه في تكنولوجيا البيم عموما، ايه البرامج اللي انت بتجيدها؟ لان احنا مش هنفضل نعمل شوب درونج وكاد ستراكشر ديتيلنج طول حياتنا. اعتقد ان الموضوع هيكون فيه تسهيلات اكتر، اعتقد ان الموضوع هيبقى اسهل اكتر خلال المستقبل. فالمفروض التحدي
لان انت لازم تكون سابق. التحدي في المستقبل مش ان انت تفضل تعمل شوب درونج بالاوتوكاد ستراكشر، مع ان برنامج الكاد ستراكشر ده هو البرنامج المسيطر حاليا، هو الكاد ستراكشر والارما والاوتو ريبار. ولكن مستقبلا انصحك ان انت تبتدي بالشغل اللي احنا شغالين بيه، على الاقل اشتغل بالاوتوكاد ستراكشر حاليا، لان هو ولكن خليك برضه يا باشمهندس مستقبلا حط في اعتبارك ان انت لازم تكون بتعرف ريفيت. ليه؟ الريفت مهم، البرامج في برامج تانية طبعا يقدر يفيدنا في الموضوع ده، المهندسين الديب انجينير هم اللي يقدروا يفيدونا في البرامج دي. فانا بنصح اي حد بيتعلم شوب انه ما يوقفش نفسه عند برنامج الكاد ستراكشر بس، لان مستقبلا ممكن احنا دلوقتي يا جماعه برنامج الكاد ستراكشر ده خلي بالك كده يا باشمهندس، ده برنامج بيعمل خط لاين، بيرسم زي ما او امر بس رينفورسمنت اليفيشن، ده يا باشمهندس بيرسم لاين، بيرسم سيخ، اعتقد اهو خط بيعمل سيخ، تعالى كده نفعل الاورسو، البرنامج ده بيرسم سيخ اهو زي الامر بتاع الكاد بالظبط، لا يختلف عن الاوتوكاد شيء خالص. طب هل هنفضل كده طول حياتنا؟ لا طبعا، المفروض هيكون في حاجات اسرع. اه طبعا في ناس بدات، ايوه لان ملف الريفت بيكون كبير يا باشمهندس، ولكن المواضيع دي كلها هتتحل مستقبلا. يعني ان كان الريفت في مشكله في موضوع التسليح زي ما ناس كتير بتتكلم عليه، بس مستقبلا مش هيبقى فيه مشكله، او هيطلع برامج تانية تسهل الموضوع، وبالتالي هيبدا المهندس يتخلى عن البرامج زي برنامج، خلي بالك طول ما على الاوتوكاد العادي، طول ما في استخدام لبرنامج الكاد ستراكشر. ليه؟ لان لوحه الكاد ستراكشر ما هي الا لوحه كاد عادي، عشان بس نكون متفقين، لان هي اساسا لوحه دي دبليو جي، لوحه عاديه جدا. ولكن مستقبلا يا باشمهندس هيكون الريفت اسرع، هيكون في برامج تانية اسرع. فانا انصحك ان تكنولوجيا البيم هتلعب هنا دور كبير جدا في موضوع الشوب درون. وعلى فكره احنا للاسف في مصر، للاسف مش كل الشركات ومش كل المكاتب، لا قليل جدا من المكاتب والشركات هي اللي يعني احنا لسه حاليا مؤخرا نزل كود، اول كود افتكر ان انتوا لو متابعين يعني على الفيسبوك، نزل كود جديد من يومين بالظبط للبيم. طب على فكره الموضوع ده هو اللي هيكون هو السائد خلال العشر سنين الجايين. يعني انت المفروض لو انت شغال على الاوتوكاد فقط، لا الغي بقى موضوع الاوتوكاد، وحاول ان انت تعلم نفسك الاكبر، وحاول ان انت تتعلم نفسك التقنيات الاعلى. يبقى احنا دلوقتي برضو في قصور في حته معينه ما اتشرحتش، ايه هي الحته دي؟ الشوب دروينج للكونكريت دايمنشن. هو يعني ايه شوب دروينج؟ الشوب دروينج ده يا باشمهندس هو انك تطلع لوحه تفصيليه بس خاص بشغل الانشاءات او بشغل الهندسه المدنيه. لا يا هندسه لا خالص، لسبب بسيط، مش خاص بس بشغل الهندسه الانشائيه، الكهرباء، مهندسين الكهرباء بيعملوا، مهندسين الميكانيكا بيعملوا شوب دروينج، مهندسين مدني، المعماري في شوب درونج معماري. ولكن هل انت يا باشمهندس بالاخص، هل انت بالاخص المفروض سعادتك تعمل شوب درونج؟ المهندسين اللي بيعملوا شوب درونج انشائي، هل انت المفروض بتعمل شوب درونج الستيل بس؟ لا يا باشمهندس ما اقدرش ان انا اقول لك انك بتعمل شوب درونج الستيل بس، لسبب بسيط، انت بيكون عندك حاجه ثانيه اسمها شوب درونج الكونكريت دايمنشن. يعني ايه الكونكريت دايمنشن؟ بص يا هندسه ببساطه، ودي من الحاجات اللي برضو فيها قصور على النت وناس كتير ما اتكلمتش عليها. بص اقول لك حاجه، درونج للايزوليتد فوتنج دي، الايزوليتد فوتنج دي وفي العمود ده مثلا، القاعده دي مثلا، خليني اقول لك ان القاعده دي متحركه مسافه. ازاي القاعده دي متحركه مسافه هنا كده مثلا؟ غلطة يا جماعة، الوضع ده أكيد مش صح. فأنا المفروض أعمل إيه؟ المفروض إن أنا ببعت هنا إيه؟ RFI طلب معلومات لمين؟ للاستشاري، بقول له والله الوضع ده شوف لي حل فيه. وبناءً على كده نفترض مثلا إن هو حل الوضع ده، بناءً على كده أبدأ إن أنا أعمل لوح للكونكريت دايمنشن للأبعاد الخرسانية على التعديلات اللي عملها الاستشاري، عشان بعد ما أعمل شوب درونج للكونكريت دايمنشن أبدأ إن أنا أعمل شوب درونج للستيل. افرض العمدان دي بلاش يا سيدي، افرض العمود ده مش قطاعه، هو في الجدول له بعد وفي الحقيقه له بعد تاني، ايه اللي المفروض يحصل يا باشمهندس؟ ممكن ترد عليا حضرتك؟ المفروض حضرتك ترد عليا برد واحد بس، المفروض حضرتك ترد عليا رد واحد بس. ايه هو الرد الواحد ده؟ تقول لي ان انا هبعت RFI للاستشاري عشان يشوف هل ابعاد العمود دي هي الموجوده في اللوحه ولا هي الابعاد اللي مرفقه بالجدول، لان ممكن يكون في اخطاء ما بين ده. ايوه طبعا مظبوط، لان ممكن مظبوط يا باشمهندس. طب المفروض الكلام ده يتعمل قبل ايه؟ الكلام ده يتعمل قبل الشوب درونج الانشائي.
طب لو انا ما عملتش الكلام ده قبل الشوب درونج الانشائي هتظهر اخطاء في لازم اعمل مطابقه للوحات. مهندس المكتب الفني يا جماعه بيعمل مطابقه للوحات، مهندس المكتب الفني الراجل بتاع الشوب درونج لازم يعمل مطابقه للوحات. ليه؟ لان لو في اخطاء، يعني مثلا لو عمود ضربه متغير، لو عمود ضربه متغير في الدور في سقف الدور الاول، وانا رحت عملت شوب درونج وانا ما اعرفش ان العمود ده قطعه متغير وكبير، طب ما انا هطلع كميات حديد غلط وهطلع كميات خرسانه غلط. يبقى الشوب درونج الكونكريت دايمنشن لا يقل اهميه عن الشوب درونج الستيل، عشان نكون واضحين كده وامورنا واضحه. انت المفروض تعمل مطابقه، المفروض تاخد لوحه الانشاء، لوحه الانشاء تطبقها مع بعضها، لوح المحاور والكلام ده يقدر يقوم بيه مين بسرعه؟ موضوع التطابقات والتداخلات ما بين مش بس الانشائي مع بعضه. على فكره ده المفروض في المشاريع الكبيره في الميجا بروجكت. ايوه تمام يا هندسه. ايوه الريفت البيم بقى، شفت؟ يبقى احنا بقى دلوقتي بنتكلم على حته البيم والريفت، شفت؟ يبقى الريفت هو المستقبل. يبقى انا لو في مشروع كبير، هل انا لو في مشروع حجمه كبير استخدم لوح الاوتوكاد في عمل المطابقه والتداخلات ما بين المشاريع وبعضها؟ لا طبعا مش هينفع، لان الموضوع هيكون مقرف جدا والمساحات بتكون كبيره جدا. يبقى المفروض يا هندسه دي من الحاجات اللي خد بالي منها جدا. الشوب درونج للكونكريت اطابق اللوحه دي لوحه اجساد او اللوحه اللي قدام سعادتك دي، اشوفها هل هتنطبق على اللوحه دي ولا لا؟ طب لوحه الاجساد دي هل هتنطبق على السقف اللي بعده ولا لا؟ طب ضربها متغير؟ طب كويس جدا. طب هل الانشائي متطابق مع المعماري والمعماري متطابق مع الانشائي ولا لا؟ طب اشاير بادي السلم هل هي نفس اشاير بادي السلم؟ يعني مثلا لوحه الانشائي بص على السلم في المعماري واروح اطبقه بالانشائي اشوف هي اشاير البادي بتاعته هي ولا لا؟ طب الاجساد مترحله ولا مش مترحله؟ ولا الاجساد كلها على خط عمل واحد؟ يبقى الكلام ده دور مهندس الشوب دروينج؟ دور مهندس اللي بيطبق اللوح قبل ما يعمل الشوب دروينج. الكلام ده يا شباب لو ما يعني للاسف احنا كلنا رحنا اهتمينا بالشوب درونج الستيل وما اهتمناش اساسا باخراج تفاصيل للابعاد والقطاعات. ايوه الله ينور عليك يا هندسه. مهندس عمر الكوردينيتور يا هندسه المفروض يعمل مطابقه لكل اللوح قبل عمل درونج. ليه؟ عشان بعد كده ما ليه بقى؟ هقول لك حته ثانيه مهمه في الحته دي. انا ممكن اشتغل من غير ما اعمل مطابقه واعمل نفسي من بنها، بمعنى اطنش افكس لها بنقول بلغه الشباب الدرجه، تمام؟ ايوه الكلاش يا هندسه سليم جدا. بس ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هقول لكم حاجه يا شباب، هقول لكم حاجه. هنفترض ان بعد العمود ده تعالى كده نقيس العمود ده. العمود ده كام؟ 50 في 30. رحت انا عملت نفسي مش شايف. بالمم انا قلت الكلام ده يا باشمهندس، قلت الكلام ده يا هندسه. العمود ده 50 في 30 يا شباب. رحت انا بصيت في اللوحه لقيت ان العمود ده 50 في 25، اعمل ايه؟ رحت انا نفستش على اللي موجود في الجدول. 10 سم فرق هيفرقوا في حاجه؟ مش هيفرقوا في حاجه، انا اخدت بالكبير. اخدت 50 في 30 بدل 50 في 25 وما بعتش ار اف او وما استفسرتش عن اي حاجه، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا شباب؟ حد ممكن يقول لي ايه المشكله في كده؟ انا نفذت 50 في 30 وما نفذتش اللي موجود في الجدول. حد عنده فكره؟ انا نفذت الاكبر وما بعتش ار اف او وليه؟ ايه اللي هيحصل؟ عارف اللي هيحصل ايه؟ هتحصل خلافات في الحصر في الكميات. ايوه ما حدش هيحاسبك في الفروق. الله ينور عليك يا هندسه، الله ينور عليك يا باشمهندس احمد. الراجل قال كلمه جميله، قال لك انت هتنفذ على 50 في 30 والمفروض ان هو في الجدول 50 في كام؟ في 25. طب ما حدش هيحاسبنا على الفروق، مين اللي هيشيل فرق الكميه؟ يبقى المفروض انت بتعمل تطابقات مش عشان بس يبقى في تطابق ما بين اللوح وبعضها الانشائي والمعماري، عشان لو في فروق في الكميات الكميات دي المفروض تظهر، فروق الكميات دي المفروض تظهر قبل التنفيذ. تمام يا هندسه؟ تمام يا هندسه. طب تمام. وفروق في كميات الحديد والخرسانه عموما. يبقى الشوب درونج الانشائي مهم جدا، استخدم فيه استخدم البرنامج اللي انت تستخدمه. طبعا في اساتذه كتير جدا موضوع ضرب العمق اتكلمت على ده، في اساتذه كتير جدا بيشرحوا شوب درونج، ولكن في الاغلب شغلنا هنا في مصر او الشروحات المتوفره على النت تقريبا في دوره واحده بتشرح الارماكاد، وفي ناس كتير جدا بيشرحوا شوب درونج اللي باستخدام الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج. فاتعلم، ولكن يفضل ان انت تدعم نفسك بتكنولوجيا البيم خلال الفتره الجايه، لان هي اللي هتكتسح يا شباب. تمام. طيب ده كده بالنسبه للشوب دروينج، او يعني ايه شوب دروينج عموما. شوب دروينج بيوفر من ايه؟ الشوب دايمنشن والستيل
بيقلل لنا من وقت المشروع، بيوفر لنا في الفلوس، بي بي موضوع الطباعة هندسة ممكن أكلمك عنه في فيديو منفصل. هو عموما موضوع الطباعة في الكار ستراكشر زي موضوع الطباعة بالظبط في الأوتوكاد العادي، ولكن بنضيف عليه حاجة اسمها البين أساينمنت. البين أساينمنت دي هي اللي بتبط لنا الألوان بتاعة الخطوط. تمام؟ طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الجزء الثاني. أتمنى، لأن الوقت ساعتين فالوقت ضيق، أنا بحاول إن أنا أغطي كل جزء كده. إيه؟ طبعا اتكلمنا على طبعا إن في مهندس مكتب فني إداري، في مهندس مكتب فني عند المقاولات، ده بيقوم بدور وده بيقوم بدور تاني. خلي بالكم، مهندسين المكتب الفني في شركة المقاولات واللي عند الاستشاري كل واحد فيهم له دور مختلف، لانه مش كلهم بيقوم ده بيراجع الحصر، ده بيعمل حصر الكميات، ده بيعمل المقايسه الابتدائيه او المقايسه التقديريه، ده بيعمل المقايسه التسمينيه وبيسعر بنود، ده بيراجع تحليل الاسعار، ده مش متزن. تمام يا هندسه؟ فكل مهندس من دول بيبدا ان هو ايه؟ بيبدا ان هو يراجع كل واحد له دور وكل واحد له مهام عن مين؟ عن التاني. انا يا جماعه اتمنى، انا طبعا حاولت ان انا اجمع كده بشكل عام الجداول الزمنيه. بص يا هندسه، الجداول الزمنيه دي طبعا ايه البرامج اللي بتستخدم فيها في مصر؟ البرامافيرا، وممكن كمان اعمل جدول زمن على الاكسل، وممكن كمان يا باشمهندس اشتغل جداول زمنيه على برنامج اسمه الام اس بروجكت. على العموم، انت عشان تشتغل، عشان تعمل جداول، تمام يا هندسة، انت عشان تعمل جداول زمنية، ايه اللي انت المفروض تكون بتعرف تعمله؟ المفروض تكون، انا اسف يعني، مع احترامي لاي حد، انت راجل بتعمل جدول زمني، المفروض تكون فاهم تنفيذ، المفروض تكون فاهم مدة تنفيذ الانشطة، المفروض تكون فاهم مين مع مين ومين قبل مين ومين بعد مين. في انشطة ممكن تمشي مع بعضها، وفي نشاط ممكن يبقى بعد نشاط، ممكن نشاط يمشي مع التوازي مع نشاط تاني. فالمفروض يا شباب، البرامافيرا ما ينفعش يكون اليوزر برامافيرا، دي تولز، دي مش اداره. الاداره مش هي البرامافيرا. الكلام ده خصوصا للناس اللي لسه خريجين، اللي نازلين السوق جديد. يا جماعه، البرامافيرا مش هي الاداره. الاداره ده علم جديد كبير، زيها بالظبط الريفت مش هو البيم. لما اجي اقول لواحد بيم بيقول لي ريفت، اقول له يا حبيبي لا، الريفت تولز، البرامافيرا تولز. انت عشان تستخدم التولز دي لازم تكون فاهم اداره، لازم، وعشان تكون فاهم اداره، عشان تكون مهندس شاطر في الاداره، لازم تكون فاهم ايه؟ فاهم تنفيذ، عندك معلومات كتيره في التنفيذ، بتعرف في البنود دي بتتنفذ ازاي وترايحها ومين قبل مين ومين بعد مين. في مصر عموما، عاوز تتعلم البرامافيرا، اتعلم البرامافيرا. نصيحتي لاي مهندس، باش مهندس بعد، قبل ده، الكلام ده بعيدا عن المكتب الفني، هتتعلم برامافيرا، هتتعلم ريفت، هتتعلم كاد ستراكشر، هتتعلم اي برنامج في الدنيا، يا تتعلم البرنامج صح يا ما تتعلمش البرنامج خالص. بمعنى ملم بالبرنامج عشان هم تكتبه في السي في، ما تتعرضش لموقف محرج. انا تعرضت له، كنت بعمل انترفيو في شركه في المهندسين، في المحرج ده كنت كاتب ان انا مجيد العمل على برنامج البرامافيرا. تقريبا انا كنت اتفرجت على دوره واحده بس على النت على اليوتيوب، والدوره دي بصراحه ما كانتش كافيه ان انا اكون بجيد شغل البرامافيرا. فكتبت كده في السي في ان انا كواليفايد في البرامافيرا، ورحت قعدت مع مدير قسم التخطيط والاداره في الشركه، والراجل ده، كان خبره 15 سنه، وعمل معايا انترفيو في البرامافيرا، غسلني. اليوم ده انا اتغسلت، عارف اليوم ده انا اتغسلت، عارف، اتغسلت حرفيا. ليه؟ لان انا كنت كاتب ان انا اوفر كواليفايد في البرامافيرا، ودي كانت مشكله. فنصيحتي ليك، سواء في البرامافيرا او سواء في غير البرامافيرا، ما ينفعش تكتب برنامج وانت، او على الاقل اكتب النسبه اللي انت بتجيب بها البرنامج. انا راجل شغال على الاي اس دي، وراجل شغال حاصل مثلا بالاوتوكاد والاكسل، هل انا ينفع اروح اكتب ان انا بجيب الريفت لو انا اتفرجت على فيديوهين ريفت؟ لا، مش هينفع. ليه؟ عشان ما تعرضش نفسك لموقف محرج. عاوز تتعلم البرامافيرا وتحطها في السي في بتاعك، حطها في السي في بتاعك، ولكن اتعلمها كبرنامج، بحيث ان احيانا بتتطلب. ولكن برضو في مصر احنا شويه، ليه؟ للاسف، عشان بس عشان نتكلم، احنا جوه مصر ما عندناش اهتمام قوي بموضوع الوقت في المشاريع. احنا يعني يؤسفني ان انا اقول لك، احنا ما عندناش اساسا دراسه جدوى. والله ما عندناش دراسه جدوى المشاريع الكبيره اللي بتحصل في مصر، يعني عندنا قصور في الموضوع ده، وانتوا اكيد عارفين الكلام ده. اذا كان ما فيش دراسه جدوى، هيكون في اهتمام بالوقت بتاع
مشروع لا افتكر الموضوع ده. طبعا مش كله، طبعا مش كله، اكيد مش كله، ولكن مش هتخسر حاجه لما تتعلم البروماجيرا. نصيحتي ليك، الريفت مهم. انا ارجح للناس انها تتعلم ريفت وتتعلم كل ما يخص تكنولوجيا البيم عن البرامافيرا والله، يعني وخصوصا لو انت خريج. اتعلم اي اس دي، اتعلم شوب دروينج، اتعلم بصوره احترافيه، اتعلم ازاي اقرا في المواصفات. انا اتمنى ان انا ارفع لكم الفايل ده، محترم جدا يا جماعه والله. انا جمعته قبل بالظبط ساعه ابتدي معاكم السيشن النهارده، جمعت لكم انا الفايل ده. يعني ان شاء الله لا يا هندسه، مين قال لك الدول اللي بره شغاله على دراسات الجدوى؟ الدول اللي بره لا لا، انت ممكن غرامات التاخير يا هندسه ماشي تمام. عموما يا هندسه مش كل الناس زينا، ومش كل الشركات زي بعضها، وسكيل الشغل مش كل واحد. مش معنى ان في مهندس يشتغل في مشروع صغير بلاش في برنامج زمني ولا لاقي في دراسه جدوى، اكيد في مشاريع محترمه في مصر ليها دراسات جدوى، ولكن ممكن تكون قليله وليها برنامج زمني معتمد. فلا اتعلموا يا جماعه، اتعلموا واكتبوه في السي في. ولكن انا شايف ان الاولى لكل للكاد ستراكشر، للريفت، للبرامج المهمه دي. طب انا هبتدي بقى في الجزء الرابع، اتمنى الباشمهندس محمد اشرف يكون سامعني. الجزء الرابع اللي هو جزء الاسئله والاستفسارات، وان شاء الله هحاول ارفع لكم الفايل ده. سامعني يا هندسه؟ بارك الله فيك باشمهندس، يعني معلومات قيمه ورائعه، الله ربنا يجازيك خير عن يجازيك يا وقت هندسه. عن وقتك الغالي ده اللي انت اديته لنا. يعني اتمنى يعني الله يكرمك. الناس كلها لو حد عنده سؤال ممكن يعمل ريز هاند ونفتح للباشمهندسين، بس يعني بالترتيب كده عشان ما يحصلش تداخل في الاصوات يعني، واللي مش عايز يبقى مداخله صوتيه ممكن يكتب في التشات يعني. تمام، انا هفتح للمهندس ابو سعد. اتفضل. لو سمحت يا باشمهندس. ازيك يا هندسه؟ دلوقتي ازيك يا هندسه؟ دلوقتي فرق الفلوس اللي بتكون بين الحصر الهندسي والحصر الفعلي، يعني مثلا هو بيبقى جايب راس المواصفات بتاعت المشروع، الاستشاري بيبقى جايب لي كمقاول الحصر. انا المفروض ان انا لما بعمل المناقصه بتاعتي بعملها على الفعلي. الاستشاري بيكون جايب لك ايه؟ ويبقى جايب لي، مش هو بيكون جايب لي الكميات مثلا ولا ايه؟ بص يا هندسه، انت يا اما بتتحصر من اللوحات يا اما بتتحصر يا اما، ولكن في الاغلب بتتحسب من اللوحات فرضا. يعني طالما تتحسب اللوحات يبقى انت بتتحسب هندسي باللوحات، ولو في كميات زياده في الموقع انت برضو بتتحسب باللوحات، ما بتتحسبش من الموقع. كده في الموقع دي ايه اللي بيحصل لها؟ بتحمل في السعر الهندسي. يعني بمعنى لو المتر سعره 30 هنخليه ب 35 عشان الكميه دي في الموقع زياده، ببساطه جدا. اما لو انت بتتحاسب فعلي مفيش مشكله، انتوا الاثنين بتتحاسبوا على اللي موجود في الموقع. وصل لك الفكره ولا لا؟ وصلتني، بس هو كده مش هيتم استبعاد المواصفات بتاعتي لان السعر بتاعها. لا، ما هو المفروض برضو المهندس اللي بيسعر المفروض يكون ملم بالاجزاء دي، بمعنى المفروض برضو ان هو يكون عارف ان الكميات اللي بتختلف عن الكميات التقديريه علشان يبقى يعمل تعويض في السعر. يعني مثلا انا وريتك، شفت كميه العزل، شفت مسافه الركوب دي صح؟ شفتها ولا لا؟ موضوع الركوب اللي اتكلمنا عليه دلوقتي، مهندس التسعير مش ايوه مهندس التسعير لو مش عارف ان في مسافه ركوب هيغلط ولا ما هو لازم يكون عامل حسابه، لان انا قلت لك ان قلت لحضرتك المهندس لازم يكون ملم برضه بخبرات التنفيذ، ولازم يكون عارف البند بيتحصر ازاي. عشان كده قلنا المفروض الحاجات دي لازم تتعمل حسابها. وصل لك الفكره؟ فالتعويض في الكميه. تمام يا هندسه؟ ماشي يا هندسه، تسلم حبيبي، الله يعزك. اي سؤال تاني يا شباب؟ في باشمهندس احمد برضو. باشمهندس استاذنك بس المهندس احمد هنفتح له برضو. اتفضل باشمهندس احمد. تمام باشمهندس لو سمحت، هو ايه هو الاي اس دي؟ الاي اس دي، الاي اس دي ده اختصار لبرنامج الاوتوكاد ستراكشر ديتيلنج. حضرتك فاتح الشاشه صح؟ بالظبط. ده برنامج الكاد ستراكشر، ده برنامج من البرامج اللي
احنا بنعمل بنطلع بيها اللوحات التفصيليه اللي هي اللوحات دي يا باشمهندس. بص كده خليك معايا، شايف اللوحات اللي قدام سعادتك دي؟ هو برنامج شبيه ببرنامج الاوتوكاد اهو، بعمل بطلع بيه التفاصيل دي، وعلى فكره هو اسرع من الاوتوكاد بمراحل كمان. تمام يا هندسه؟ فببدا ان انا ببدا إن هو اختصار اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج، اختصار له بس. شكرا يا هندسه. تحت امرك تحت امرك تحت امرك. حد يا جماعه عاوز يسال اي اسئله ثانيه؟ معانا ليه؟ اتفضل يا باشمهندس مصطفى. ثلث ساعه. اتفضل يا باشمهندس مصطفى. ايوه يا باشمهندس، مساء الخير. مساء الفل عليك يا باشمهندس مصطفى. اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك ازاي يعني التكلفه التقديريه للمشروع ازاي يعني بيتم تقديرها ازاي؟ ده سؤال. وسؤال تاني، ازاي يعني دلوقتي الاستشاري لما يجي المؤيس بيعملها ازاي بحيث ان الكميه بتاعتها تطلع ممتاز قريبه للواقع يعني؟ ممتاز ممتاز تمام. ازاي بيتم تقدير التكلفه التقديريه للمشروع؟ عن طريق تحليل اسعار، ده اكيد بيبقى. طب انا برضو ما اعرفش، ممكن يكون في مداخله بيني وبينك ثانيه. تقدير حساب التكلفه التقديريه مين؟ من قبل المقاول او من قبل الشركه؟ لا، من قبل الاستشاري. تمام. بص يا هندسه، ببساطه مش المشروع ده بيكون له مواصفات صح؟ المهندس بالفعل هو اكيد يعني بيعرف يسعر، لان المفروض المالك ده الاونر ده عنده ساعه تمويليه للمشروع. انا راجل هصرف على المشروع بتاعي، وليكن بند زي بند الرخام. بند الرخام ده بيتعمل له تحليل اسعار صح؟ الرخام ده انا عاوزه من اي فرز؟ انا عاوز مين اللي ينفذه؟ طب من اي شركه؟ طب لان على فكره البنود نفسها بيكون مش كل البنود بتتنفذ بنفس السيستم، لان على حسب جوده الشغل. جوده الشغل دي بترجع لما يمتلكه المالك او الاونر من ايه؟ من فلوس، من 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 تمويل. فالمفروض ان القيمه التقديريه بتحتسب بطريقه التنفيذ والمون والخامات اللي داخله في المشروع. الكلام ده كله بيتحسب بالاخر عن طريق حاجه اسمها تحليل اسعار. تمام. الاستشاري بيكون عارف القيمه التقديريه للمشروع، والمقاول برضو بيسعر. على فكره في الشغل الخاص الاستشاري ما بيقولش المقاول القيمه التقديريه بتاعتي بتكون كام، ولكن بيسيب المقاول تكون جايه للمالك. يعني هو بيديها للمالك عشان خاطر المالك يبقى عارف. تمام مظبوط. السؤال الثاني، بالنسبه للمؤسسات لو عايزه الكميات بتاعتها ازاي بحددها في الاول بحيث الكميات ولا الكميات نفسها؟ الكميات اللي بحطها في المقايسه، الكميات اللي بحطها في المقايسه المفروض انها بتتحصر عادي جدا. بتتحصر، ولكن بتتحصر حصر اسمه حصر سريع، مش حصر تفصيلي زي اللي انا وريته لك في الفيديو. لا 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 لا، حصر سريع. ايه بقى ازاي يعني الحصر السريع ده؟ هندسه مثلا هقول لحضرتك حاجه، انا عندي بلاطه قدام سعادتك اهي صح؟ عندي بلاطه قدام، شايفها اولا في الشاشه مظبوط. البلاطه دي انا عاوز احصرها. انا مثلا ده مثلا سقف الدور الاول مظبوط. انا عاوز احصر حصر سريع للبلاطه دي. هقوم واخدها بول لاين كلها كده من بره وحاسبها كلها مره واحده. فممكن يخبطها قوي صح ولا لا؟ فانا ممكن تكون في جزء معين ليه، لان انا حصرتها كلها من بره. فاكر البلاطه اللي انا وريتها لك من شويه محصوره حصر تفصيلي؟ ده كل بلاطه ليها سمكها الخاص بيها ولها الاسم بتاعها. يبقى في كده في فروق اهو. يبقى حصر يبقى حصر اولي ممكن ما يكونش صح قوي، خدت بول لاين من بعض. طب الكاميرات، وانا بحصر الكاميرات همسك كاميرا على كل اكس، ده حصر تفصيلي. طب لو انا بحصر حصر قصدي حصر تفصيلي، طب لو بحصر حصر سريع هقوم واخد الكاميرا واقسمها على الاثنين لان هم عباره عن خطين، وضرب في العرض وفي العمق وعلى كده، يبقى ده حصر سريع. تمام. وصلت يا هندسه؟ تمام وصلت. طب في سؤال تاني لحضرتك، دلوقتي البنود المتجاوزه، يعني دلوقتي مثلا في بند مثلا وانا في بند تجاوز، انا طبعا مسموح لي اتجاوز بنسبه 25% بلس اور ماينس يعني. طبعا لقيت ان في بند تجاوز فوق 25% ده يتم العمل فيه المفروض البنود المتجاوزه فوق ال 25% الاسعار طبقا للاسعار المنفذه خلال الفتره الزمنيه اللي اتحددت فيها البنود دي او اللي اتنفذت فيها البنود
دي بالكميات المتجاوزة 20%. يعني دي في وقت ما نبدا تنفيذها بحط لها اسعار جديده اعلى شويه من اسعار الاسعار. مظبوط. طب تمام. طب دلوقتي في الاستشاري حط بند وبعدين بعد كده بعد ما حط البند ده المالك جه اعترض عليه. احنا قلنا امتى بقى لا ينفع ينفع ده ينفع. وعلى فكره ينفع كمان قبل اختيار الشركه نفسها. لا ولكن لا لازم ده بعد ما الشركه حطت اسعارها وبدا التنفيذ اثناء التنفيذ. اثناء التنفيذ نفسه مش قبل التنفيذ. ممكن بيتم تغيير مهندس محمد. طب تمام بيتم تغيير البند يا هندسه. بيتم تغيير البند وتعاد تحليل اسعار البند مره ثانيه. مفيش اي مشكله هندسه. تمام. تحت امرك. شكرا. تحت امرك. اي حد يا جماعه عنده سؤال ثاني؟ المهندس محمود. سؤال ثاني يا شباب. المهندس محمود عبد الرازق اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس محمود تحت أمرك. الحمد لله تمام. بقولك يا ريس، هو الوقت المصاريف الإدارية والأرباح المفروض الدولة بتحط النسبة بتاعتها نسبة القيمة المضافة 14%. لا، المصاريف الإدارية والأرباح اللي بتحط بعد ما تطلع القيمة الفعلية وتقوم ضيفها عشان تطلع مكسبك و ماشي الحاجات اللي في النص دي. ماشي. ففي الدوله بتحددها القيمه ديت بقى بتختلف من مكان لمكان او حسب نوعيه العمل. بس انا يعني عايز اعرف يعني بتبقى في لائحه تنفيذيه اصلا ولا لان ساعات بس بيقول لنا 3.2 تنزل 3% ممكن 32 ممكن ساعات 36 يقول لك لا انت اول شغال يقول لك ده متكامل يبقى 19% حاجات من دي يعني. من المشروع نفسه من القيمه الفعليه. بص هندسه عشان بس عشان اكلمك برضو من قال لا عام فقد افتى حته التسعير دي بالذات. يمكن انا مش انا كل شغل حصر ومستخلصات وشب. بس موضوع تحليل الاسعار ده في نسبه الارباح بالذات تختلف فعلا من مشروع للتاني. مش هقدر لان انا شفت مقايسات كتير معمولها تحليل اسعار. اوقات نسبه الارباح دي انا شفتها اوقات في بعض المشاريع مثلا في شركه من الشركات المشهوره جدا شغاله حتى باري او في شغل الكباري واصله نسبه الارباح فيها 35%. حته نسبه الربح دي بتختلف من مشروع للتاني بصراحه انا ما اقدرش ان انا افيدك فيها قوي. اللي يقدر يفيدك فيها مهندس على درايه وعلى علم بموضوع تحليل الاسعار اكتر مني لان انا للاسف شغلي كله حاسب وشغل. يعني هي بتختلف اكيد بتختلف طبقا لمعطيات معينه وظروف معينه. تمام. هي ما كنتش موجوده في اللائحه التنفيذيه مثلا؟ انا بصراحه ما طلعتش على اللائحه التنفيذيه. والله يا هندسه لا هي انا اللي انا شفته انا شفت في بعض المشاريع كان بتبقى نسبه صافي نسبه الربح 20 شفت حاجات 10 وشفت. بس هي عموما بديهيا اللي انا اعرفه كمهندس تكنيكال اوفيس كل ما قلت نسبه الربح كل مع طبعا قلت نسبه الربح وكان العطاء متزن. العطاء كان متزن يعني قيمه الربح متساويه وقلت نسبه الربح وكانت جوده المشروع هي الجوده المطلوبه العطاء بيرسى عليك. اما حته مين اللي بيحدد نسبه الربح هو اكيد المقاول بيحددها على اساس ايه؟ اكيد بيحددها على اساس دخول العطاء ان هو عاوز العطاء ده يرسى عليه بس مع الجوده المطلوبه والوقت المطلوب. طب هي بناء على ايه؟ بترجع له هو بقى هو هيكسب قد ايه؟ بس هي ملهاش جاب معينة على فكرة يعني انا ما شفتش لها جاب معينة. ساعات يعني اللي اعرفه يعني ان الدولة او مثلا وزارة الاسكان بتنزل لائحة بتعرف بيبقى فيها محددة النسب اللي الناس تشتغل عليها يعني في دراسات الاسعار بالذات اللي المشاريع اللي بينزل فيها تقصد في المشاريع اتعمل لها دراسة يعني اتعمل لها دراسة مثلا في اوامر الاسناد والكلام ده يعني او اللي هيحصل فيها دراسه بعد كده. انا بتكلم على القطاع الخاص انا ما اعرفش شغل انا يمكن مش ملم بموضوع التسعير قوي او ما اقدرش افيدك فيه يعني عشان برضه اكون صريح معاك. بس اللي انا اقدر افيدك فيه هو الحصر والشب فانا قدرت افيدك بالقدر اللي انا اعرفه بصراحه. الله يعني الله يعزك يا هندسه. انا تحت امرك في اي وقت. تحت امرك في اي وقت. اي حد يا جماعه عاوز يسال سؤال ثاني؟ حد عاوز يسال سؤال ثاني يا شباب؟ اتفضل باشمهندس لؤي. السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس؟ مهندس لؤي حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله. الاخبار
عمر يا هندسه. هقول لحضرتك يا باشمهندس، لو انا دلوقتي مهندس مع عند مقاول وجاي لي في مناقصه وكده وعايزين نعد العطا بتاعها، دلوقتي انا في المقايسه لما بتجي من الاستشاري بيبقى فيها كميات محسوبه علشان ابدا الاسعار بتاعتي وكده، المفروض بحصر تاني. لقيت ان في فرق في الكميات في بنود، يعني مثلا بند زي الخرسانه كان محسوب الخرسانه القاعد مثلا. مظبوط. في سؤال تاني غير ده؟ لقيت مثلا بند تاني اقل، انا حصره اقل في التسعير بقى. هل يعني المفروض بقول للاستشاري ان في كميات ولا بسعر واللي وفرته البند بقسمه؟ طب ماشي. في سؤال تاني؟ لا شكرا هندسه. بص يا حبيبي، موضوع الكميات ده هندسه، موضوع الكميات لما بتستلم كراسه الشروط اللي بيبقى فيها مستندات المشروع، المفروض ان الاولويه بتاعتك هي مراجعه الرسومات التنفيذيه، مراجعه جيده، مراجعه العقد ومراجعه المواصفات وتسعير المشروع. احيانا اساسا بتكون اللوح سيئه جدا، فانت اساسا، واحيانا كمان بتكون مده دراسه المشروع قليله جدا، فانت احيانا ما بيكونش عندك الوقت الكافي لمراجعه الكميات، فبالتالي بتكون الاولويه الاولى لدراسه الاسعار وتحليل الاسعار والاستلام، او بمعنى اصح وتحليل الاسعار والاطلاع على العقد وشروط المشروع والمواصفات العامه والشروط العامه والخاصه. ففي الاول كده موضوع ممكن نسيبه للاخر، نسيبه للحصر النهائي زي ما الباشمهندس سيد بيقول اهو في الشات، نسيبه للنهائي للاخر وبعدين نراجع الكميات، ولو في كميات زياده نبدا ان احنا نعمل مذكره تجاوز ونعرضها على الاستشاري برفقه باللوحات والمستندات المطلوبه، ونبدا ان احنا نديها لمين، ونبدا ان احنا نبعتها للاستشاري ابروفد عليها ويدينا الكميات الزياده دي. وطالما احنا بنتحاسب هندسي ومفيش اي مشكله، وده عادي وارد يا باشمهندسين يكون في اي مشروع، وارد يا باشمهندسين يكون في اي مشروع كميات متجاوزه وكميات زياده، مفيش اي مشكله خالص. فيا هندسه، الاولويه الاولى بعد العطاء ان انا ما براجعش الكميات، الاولويه الاولى ان انا ادرس المشروع بتاعي كعقد وشروط عامه وخاصه، وان انا ابدا اعمل تحليل اسعار المشروع وادرس المشروع كويس جدا. ممكن اخلي موضوع الحصر ده في الاخر، يعني ممكن اخليهوش في الاول، ممكن اخليه طبعا لو عندي وقت خلاص، ولكن في الاغلب الوقت ما بيكفيش اساسا. تمام. سؤال تاني يا شباب بعد اذنكم، حد عنده سؤال؟ اتفضل مهندس محمد فايز. تمام يا هندسه، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا هندسه، باشمهندس محمد الحمد لله تمام. بالنسبه للطلبه اللي هي لسه في كليه بتدرس دلوقتي، كنت عايز اسال حضرتك عن برامج الشوب درونج دي، مثلا الواحد يبدا بيه الاحسن ليه في الوقت في سنه ده. كام يا باشمهندس؟ ثانيه مدني كده. بص يا هندسه، في ثانيه مدني، لا في ثانيه يا جماعه ابداوا شوب درونج، ممكن تبداوا تبصوا في كود التفاصيل من بعد ثالثه مدني، من بعد تخلص ثالثه مدني، من بعد ثالثة مدني تبدا تهتم بالشوب. عاوز تتعلم ايه في ثانيه مدني؟ تعلم اوتوكاد واكسل واهتم باللغه، لان للاجابه بتكون حاضر يا باشمهندس احمد. باشمهندس احمد اللي موجود في الشات، باشمهندس احمد حاضر من عينيا، من عينيا حاضر. الاولويه تتعلم اوتوكاد واكسل في الفتره بتاعتك دي، وتتعلم لغه، لان اغلب الابحاث والمراجع هتلاقيها باللغه الانجليزيه. اتعلم لحد اخر ثالثه مدني، في الاخر في اخر ثالثه مدني ممكن تبتدي تتعلم كاد ستراكشر، وتتعلم كده ستراكشر، وتهتم بالشوب درونج عموما، ولكن في المرحله دي لا. سؤال تاني يا شباب، سؤال تاني. حبيبي 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 يا هندسه. اتفضل باشمهندس حسن. اتفضل. انا بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس حسن زكريا، اهلا بحضرتك. تعليق صغير بس عن الزميل اللي كان سأل على نسبة الأرباح والمصروفات. تمام تمام. أنا قلت له طبعا أحترم رد سعادتك، يعني أنا يعني الحمد لله بفضل الله اشتغلت في موضوع تحليل الأسعار والمعطيات أكتر من 30 سنة ما شاء الله. باشمهندس حسن، طبعا ده بيختلف من شركة لشركة. إحنا أساسا في الموضوع الاختلاف بيبقى كل شركة لها دايما الكور بتاعها بتاع مصروفاتها اللي هي متسجلة عندها، اللي بتضيفها على أي مشروع عشان تطلع نسب معينة غير نسب
الارباح اللي الشركه عايزه تاخده، وده بيختلف من مشروع لمشروع. في شركه داخله في مشروع حريصه جدا على انها تاخده، بتقلل جدا نسب الارباح، حريصه انها تتعامل مع عميل جديد، بتحاول انها تقلله السعر جدا عشان تفقل معاه. فهي بس الرد في الحته دي الزميل انه الموضوع مش مربوط بحاجه، القطاعات الحكوميه ده موضوع تاني. لما بنكون داخلين في تحليل سعر وبيكون ممارسه غير المناقصه، المناقصه مفروض ان انا الوضع انت عارف القوانين بقى الحكوميه كل شويه بتختلف، واحنا دلوقتي وضعنا مختلف ومن دولة لدولة بتختلف، لكن العمومة المشاريع العالمية كلها ان اللي بنسميه دايركت كوست او الدراي كوست ما عليهوش خلاف كتير بين المهندسين. مفروض ان لو 100 واحد يطلعوا سيف جدا من بعض، الفرق بقى مين اللي بيرسى عليه العطاء او اللي سعره مناسب هو النسب اللي بتحطها كل شركة. انا معلش اسف ان انا شاكر جدا لمداخلتك، يعني عشان بس الزملاء يتفهموا ان موضوع النسب والارباح ده مش موضوع ثابت وله ارقام ثابته. وانا بالفعل شفت في بعض المؤسسات 35% شفت ونفس الشركه بتتراوح النسب عندها، ممكن تلاقي داخله في مشروع ب 35 وفي مشروع ثاني ب 15. سليم حسب ظروف المشروع وهي اهدافها ايه من المشروع. تسلم شكرا جدا واسف ان كنت يعني ابدا ارحب بحضرتك يا باشمهندس حسن من اول ساعات تفت بالرغم يعني لكن الحقيقه المحاضره كانت جميله جدا. شكرا يا باشمهندس. باشمهندس حسن ارحب بحضرتك طبعا، يعني حضرتك منورنا عضو مجلس اداره شركه يعني حسن علام، فاشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا. الله يبارك لك. انا كنت زمان طبعا ابناء اي يا فندم حسن علمنا يا فندم طبعا حضرتك من القيادات الكبيره يعني، واشكر حضرتك شكرا جزيلا منورنا في المحاضره. الله يبارك لك. خلينا بقى على الخاص نبقى نشوف الميعاد اللي ان شاء الله حضرتك، ويعني منتظرين محاضره عن عن محاضره الريبير ان شاء الله في الحفر النحفي. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا المحاضره بتاعت الجزء بتاع اصلاح المواسير اللي كنا بالظبط ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا لمداخل حضرتك قيمه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. باشمهندس عبد الله سالم اتفضل. الصوت يا باشمهندس عبد الله مش واضح قوي. بالنسبه معلش باشمهندس يعني الصوت حضرتك ممكن بس تكتب لي السؤال عادي او تكتبه لي في الشات افضل يعني. ناخد سؤال تاني ممكن عشان ننتهز فرصه الوقت. طبعا. طب ممكن نبص في الشات شويه بعد اذن حضرتك باشمهندس. الشات انا 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 في الشات يا جماعه. وقت طيب. تمام. المؤيسه التفصيليه البند زي البند الخرسانه المسلحه بيفرق ازاي عن المؤيسه المبدئيه؟ يفرق في الكميات بقى يا هندسه نتيجه وجود اخطاء، ولكن هي طريقه التنفيذ واحده. تمام. يلا يا شباب حد عنده سؤال تاني اكتبوه يا شباب لو في سؤال يعني. حاولنا يعني هو نفس البند، ولكن ممكن يختلف في طريقه في الكميه، ممكن تطلع غلط ولكن هو البند. هل في كود مصر لاعمال المكتب الفني او التفاصيل والمهام؟ هل في كود مصر لاعمال في هندسه في اكواد كتير جدا هتفيدك في شغل المكتب الفني؟ اولها مواصفات البنود بتاعه الاعمال، دي تفيدك جدا، دي لا غنى عنها، هي موجوده عندي. وطبعا في اكواد لاداره المشروعات بشكل عام برضه في يا باشمهندسين في. وعلى فكره الفايل في الاكواد وفي كتب، يعني في كتب بدل الاكواد، في كتب كتير جدا، في كتب كتب للحصر والدكتور القصبي، وفي كتب كتير جدا، وفي كتاب في كتاب اسمه دراسه العطاءات ممتاز في التسعير. المستخلص يعتمد على الحصر الفعلي ام الهندسي؟ على حسب يا هندسه في نص التعاقد. الميعاد المحاضره انت مع اكيد مع الباشمهندس محمد. حد عنده اي سؤال تاني يا باشمهندسين؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ في سؤال. الملفات حاضره، حاول اضغطها وارفع لكم من عينيا. في سؤال باشمهندس محمد بيقول بعد اذنك يا هندسه.
لو الحصر بتاعي انا كمقاول اقل من الحصر اللي جاي لي في المقايسه التسمينيه، حصل. لما اجي احط ايوه لما اجي احط سعر احط على الكميه اللي انا حاصرها ولا الكميه اللي في المقايسه التسمينيه؟ هو بيتحاسب ايه؟ هندسي بيتحاسب هندسي فعلي، ما هو ده السؤال. لو الحصر بتاعي كم، انا كمقاول اقل من الحصر اللي جاي لي في المقايسه التسمينيه، اقل يس كميته اقل اقل. لما اجي احط يس سعر، لما اجي احط سعر على الكميه اللي انا حاصرها ولا الكميه اللي في المقايسه التسمينيه؟ هندسه يا حبيبي، يا حبيبي هندسه، يا هندسه، المفروض ان انا بحط السعر يا هندسه، انا بحط يعني هنفترض ان البند ده كميته واحده في الموقع وفي اللوحه، الاثنين ما فيش منهم خلاف، المفروض انا بحط السعر بناء على الطريقه اللي متنفذ بيها البند، على طريقه تنفيذ البند، على الخامات، على المول، انا ماليش دعوه بقى كان كميته اكبر ولا اقل. انا اتمنى ان انا اكون قدرت فهمت السؤال. انا يعني اتمنى ان انا كمقاول اقل من الحصر. لا اتمنى ان انا اكون قدرت ارد عليك، انا مش فاهمك قوي. تمام. المستخلص يعتمد على الحصر الفعلي ام الهندسي؟ قلت له على حسب طريقه التعاقد نفسها. تمام. الموقع مش بحط شايف. كميات طيب في الموقع ولا من اللوحه؟ تمام. في سؤال تاني برضو. طيب ناخد مداخلة من المهندس شربيني الأول تمام. وبعدين اتفضل يا هندسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمر يا هندسة. دلوقتي يا باشمهندس، في زميل لما في بدايه الموضوع خالص، لما بيكون في بدايه العطله، لما بشتري كراسه الشروق بيكون كميه الاسعار بتاعتي غير مسعره، تمام؟ مظبوط. وانا بقى المفروض ان انا عليا ان انا بحط السعر عشان اشوف مظبوط العطله يا دارس هندسة. عليه ولا مارس. طيب فرضا، وموضوع الحصر حضرتك بتقول ما يعني ما نتجهش ليه الوقت خالص، يعني براجع الرسومات التنفيذيه مع المعماريه والكلام ده، ممكن اخلي الاولويه للحصر مش الاخير. هحصر. طب ما انا، طب افرض الكميات مثلا، انا هعمل حصر، انا افرض الكميات زادت عن المقاول او قلت، انا هسعر على اي اساس برضه؟ هندسه انت بتسعر طبقا لمواصفات البند، ما بتسعرش طبقا للكميات. يا رب تكون يا جماعه نفس السؤال اللي حاسس انه نفس السؤال اللي كان اللي مسؤول الاخير اللي انا جاوبت عليه. هندسه انت بتسعر طبقا لطريقه تنفيذ البند واسعار المواد والخامات. الكميه قلت، الكميه زادت، انت ليك كميه، انت هتاخد كميه. المنافسه يعني لو ليك كميه زياده في الموقع ولا هندسيا بس، انت وانت بتسعر ما بتسعرش غير على طريقه تنفيذ البند نفسه. يعني ايه؟ يعني مواصفته صب بخلاطه نحله، يبقى انت هتشوف الصب بطريقه اساسها، في اختبارات ولا مفيش اختبارات، هتسعر على اساسها. طب البند ده فيه قياس درجه حراره، طب فيه دمك، طب فيه هز، طب فيه معالجه، ده مش بيفرق في الكميه، طريقه التنفيذ. وصل لك الفكره؟ والموان والخامات اللي داخله فيه، الكميه قلت او زادت بقى تقدر تاخد كميه زياده بتاعتك. طب تمام. افرض الاستشاري مثلا وصل معايا حصر هندسي، تمام؟ والكميه اصلا اللي انا نفذتها في الموقع ازيد من اللي هو الهندسي، هو المفروض بيعمل المهندس اللي بيعمل تحليل اسعار معاه يكون عامل حسابه في الحاجات دي. فاكر بند العزل اللي انا وريته لك؟ نفس السؤال على فكره، قلت لك المفروض مهندس اللي بيعمل تحليل الاسعار يكون عامل حساب يعني انه عارف ان الكميه اللي في الموقع ازيد. يعني بيبقى في مرونه في الموضوع ده. المفروض ده اساسي، وخصوصا انا قلت لك مهندس اللي بيعمل تحليل الاسعار لازم يكون عنده خبره كافيه. تمام. وصلك الفكره؟ تمام يا هندسه. تمام يا هندسه. شكرا مهندس شربيني، شكرا جزيلا. في مهندس اسلام، انا عارف ان احنا تعبناك باشمهندس يعني، بس لا يا هندسه انا تحت امرك، بارك الله تحت امرك فيك يعني وفي وقتك. تحت امرك. مهندس اسلام الله يعزك. عماره اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا باشمهندس؟ وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا هندسه؟ اؤمر. الحمد لله تمام. انا اتشرفت طبعا ان انا حضرت لحضرتك الله يعزك. السيشن ده اتمنى اكون طلعت باي استفاده. اكيد اكيد اكيد. الله يكرمك استفادة. الله يكرمك. كان عندي بس تعليق على كلام المهندس الشربيني وعلى رد حضرتك. هو المفروض ان في مصاريف تشغيليه، يعني لو انا عندي 10 متر خرسانه فانا احتاج ان انا اجيب عمال كذا مظبوط. عامل وكده، فلهم مصاريف معينه. ماشي. ال 10 متر دول لو بقوا 100 متر ف
فهيبقى نفس المصاريف التشغيليه دي هي فاكيد اكيد هيختلف معايا في السعر. انا مش هسعر على الوحده بس. تقصد ان انا هبدا ان انا اضيف التشغيليه الناتجه من تغير كميات في زياده عماله في زياده معدات في زياده خامات. ده اكيد مش كده. يعني انا دلوقتي عندي نحله مثلا، لو هجيب طلقه نحله فانا اجرتها اليوم ديت انا هستخدمها في 10 متر مظبوط، هي نفس مثلا هتاخد مني 1000 جنيه مثلا، وجبتها عشان تعمل لي 100 متر هي بس اليوم هتاخد مني 1000 جنيه. مظبوط كلام حضرتك سليم جدا. فانا لما اجي اوزع تحميل النحله دي على عدد على الكميه هيختلف. فسعري وانا رايح انفذ 10 متر مكعب عند مثلا المهندس محمد غير لما انا رايح انفذ 100 متر. كلام حضرتك سليم جدا. فكده انا مش هنطق للاثنين نفس السعر. لا بس تمام سليم فاهمني. فبس تمام يعني تمام يا كلامك سليم جدا يا هندسه، كلامك سليم جدا. العماله هتزيد واليوميات هتزيد لان الشغل هيكون اكتر، فده هيأثر في السعر واحدة. نفسه سعر الوحده. مظبوط هيختلف. فانا كده ما بسعرش الوحده بس، فانا الكميه التقريبيه اللي هتبقى موجوده في المقايسه بتمن فيها المقايسه، فده هيفرق معايا. مظبوط. بس فانا حبيت برضو اوضح النقطه دي ان انا ما مش الوحده كده ولكن في اغلب المشاريع ما بيكونش للاسف ده، حتى ساعات بيجيب لي لوحه تندر او اللوح الاوليه للتعاقد في المستند ما بتكونش واضحه اساسا، بتكون سيئه جدا وما بعرفش احصر منها كميه. تمام انا هحصر على قد أيوة. ما وبعدين بيبقى في جلسه الاستفسارات. حلو. بقدم الاستفسار بتاعي وبقدم بشوف ان الكميه دي قد ايه بسأل فيها على الأسئلة دي في جلسة تانية، جلسة الرد. مظبوط مظبوط تمام وتمام. فدي حبيت بس أوضح النقطة ديت عشان كلام حضرتك سليم جدا. في حد تاني سأل قال لك إن الاستشاري بيتمن إزاي؟ هو الاستشاري ما بيتمنش، بس على الأقل لازم يكون عارف تكلفة ده في الشغل العادي. لازم يكون عارف الاستشاري ما بيتمنش كده. لا هو كده كده بيجي له الاسعار، يعني هو بيقدم مناقصه او بيقدم لكذا واحد طبعا، مثلا لو هي محدوده شركه سين صاد بعدين بيجي له هو تحليل السعر، ومن ضمن مستندات التعاقد بيطلب تحليل السعر اللي المقاول عمله عشان بعد كده لو في نسبه وفره أو زيادة. نعرف ازاي نحاسب المقاول ده بناء على تحليل السعر بتاعه. ومثلا بيبقى حاطط ان انا بامب، انا جبت كده جبت بامب كده مثلا جبت شبيه قد كذا، فنبدا بقى نحصر نشوف ايه اللي فرق معاه، نشيل الماتيريال بس من تحليل السعر ده ونثبت المصاريف اللي هي المصاريف. يعني بمعنى صح الاستشاري بيكون عنده اسعار، انا اللي بجيبها له انا والشركه الثانيه والشركه الثالثه بنقدمها له، فهو هو كده بيحصل على التسمين وهو بيبقى عنده رينج، فبيبدا ان هو يختار اقل خمس اسعار مثلا، وبعدين الكوست والكواليتي والتايم هيدوني بالظبط كده، فنشوف ده وبعدين بيجيب احسن حد هينفذ له جوده ووقت وبعدين سعر المفروض او حسب اولويات المالك نفسه. ممكن اختار اقل تمام، فده حسب اولويات هو عايز يوفر تمام. في ايه او ايه اللي هيفرق معايا بس. فدي شاكر جدا لمداخله حضرتك يا هندسه. الله يعزك يا رب. الله يكرمك. الله يعزك. هندسه في مداخله ثانيه استاذنك. تمام مع حضرتك. تمام عشان احنا يعني خلاص قدامنا مثلا 5 دقايق ان شاء الله ونختم السيشن يعني. تمام فضل يا باشمهندس. مساء الخير يا هندسه.
مساء الخير يا هندسه. معلش بس هو سؤال بسيط جدا يعني، وهو انا لسه ببدا في الحصر وبتعلم الحصر، فانا اللي اعرفه اني لما بحصر نش العمود نش العمود، لما بحصر البلاطه بيبقى ما بين الاربع كمرات اللي تحت. ماشي كمل. تمام بالنسبه للعمود اللي هو مثلا لو ارتفاعه 3 متر، انا 3 متر زائد سمك البلاطه، لاني انا كنت اتكلمت مع حد قال لي لا انت ممكن ما تدخلهوش، مثلا انت لو خدته بارتفاع العمود ولو اعتبرته تبع البلاطه هيبقى لي سعر تاني خط يعني. انا مش عارف هو الحته دي، انا برضو مش هقول لحضرتك حاجه. انت لو هتتكلم عن الحصر هندسي، لو هتتكلم عن الحصر اللي موجود في الكود والموجود في المواصفات، المفروض ان يقاس ارتفاع العمود من بدايه العمود لحد اسفل البلاطه من تحت، بمعنى ان احنا ما بندخلش معانا البلاطه، والكاميرات بتقاس سقوط البلاطه، بتقاس سقوط ما بتتقاس عمق، يعني ما بناخدش سمك البلاطه، والبلاطه بتتقاس من بره مش من جوه. يعني لو احنا هنحصر زي ما هم موجود، وصل لك الفكره ولا لا؟ يعني الكمر سقوط، انت الفكره والعمدان الكمر هيتحسب سقوط، لو انت معاك ورقه وقلم الكمر سقوط، العمدان لحد اسفل البلاطه من تحت، البلاطه تتحسب لوحدها، وصل لك الفكره؟ واحيانا بيكون في يعني اتفضل هندسه اتفضل. لا معلش اتفضل. يعني انا دلوقتي ما انا اللي حصرتها منوش العمود والبلاطه ما بين الكاميرات، لا البلاطه من بره، البلاطه من بره يا باشمهندس. لا انا جزء تفصيلي لما يعني لما باخده ممكن اخد البلاطه من بره واجيب الحصر بتاعها سهل جدا، لكن التفصيل بتاعها انا قصدي لما يعني ايه تعملها تفصيلي؟ يعني اخد مثلا ما بين محزه اللي هو ما بين الكاميرا 1 و2 مثلا وثلاثة أربعة، البلاطه دي مثلا سمكها كذا، في هيبقى الحجم بتاع الخرسانه كذا. ماشي انا انا فاهم قصدك، بس على اي حال البلاطه لو انت هتاخد ارتفاع العمود لحد اسفل البلاطه، هتاخد البلاطه من بره، لان انت هتحسب الكمر سقوط مش هتحسب عمق. يعني هتاخد معاك الجزء الخارجي الكاميرا، تمام اللي هو بتاع العمود، ايوه هيخش معاك في حساب البلاطه. وصلت ولا لا؟ تمام يا هندسه. طيب عموما العمود من تحت بيبقى الجزء، وخصوصا العمدان بتاعه الدور الارضي، الجزء المدفون من العمود في تحت بيكون الجزء ده مضاف، او بيكون له بند لوحده، او بيكون مضاف لخرسانه الاساسات، فبيحسب معامله الاساسات. وصل لك الفكره؟ الجزء الموجود اسفل خرسانه الدكه عموما اللي هو الجزء المدفون تحت ده بالنسبه لعمود الدور الارضي. طيب باشمهندس محمد، في المهندس جون عنده سؤال خاص باعمال الكهرباء. انا شفته. اوكي اتفضل باشمهندس جون. شفته ثواني يا هندسه. خلاص محمد. ايوه هندسه مع حضرتك. مساء الخير في الاول، انا مش هاخد من وقتك كتير. تحت امرك. بس انا اتوقعت في تركيه كده، هي مش في الكهرباء بالظبط، بس هي في تسعير الكهرباء. يعني انا كنت بقدم في عمليه وما رسيتش عليا، شركه تانية خدتها، فبعد الاسعار لما جيت اراجع الاسعار لقيت الفرق كبير جدا. فالاسعار اللي الشركه التانية اللي اخدتها اكتشفت ان في غلطات كتير قوي في الكميه ادت ان انا السعر بتاعي بقى عالي جدا، زي مثلا اللوحه الرئيسيه، هو كاتب مثلا في الكميه كاتب مثلا طيب هيجيب لوحه واحده بس، فانا مثلا حسبت اللوحه الرئيسيه مثلا على 1200. هو البند نفسه كانت وحدته ايه بالظبط؟ بالمقطوعيه. مقطوعيه تمام. مشيت على ان انا هجيب 12 طلع عندي مثلا 14000 وكسر. تمام. ماشي. هو بقى كتب ان مثلا ان بالمقطوعيه مثلا ب 30 جنيه، فلما ضرب 30 في 12 طلع رقم عنده صغير، فده لما هي اكتر من حاجه وعمل حصر كده، ما عملتش حصر، طلع ان الاجمالي بتاعي انا كبير جدا، والاجمالي بتاعه هو قليل جدا. نعم قليل، لان هي الكميه فرقت. هو عمل ايه بقى؟ هو قسط الكميه دي على الرقم. انا فاهم حضرتك، بس ما كنتش عارف اوصل لك في التكست، فقلت اكلم حضرتك. حضرتك انك مسعر البند بمقطوعيه، يعني البند كله بالوحده كله على بعضه، واخد العمليه كلها على بعضها. فالمفروض لو في وحده كهرباء المفروض بتكتب له اجمالي قيمه البند، هو ما بيتكلمش على اجمالي واحده من البند. دي كان المفروض تستفسر عنها، يعني لو دي برضو حضرتك كان يتكلم فيها،
دي حاجه برضو لو كان في جلسه استفسارات كان ممكن تتكلم عنها، لان دي سببت سوء تفاهم في الاختيار، في اختيار العطاء نفسه وتقييمه. يعني حضرتك كنت بتحسب بنسبه هو كان بيحسب بنسبه للوحه واحده صح؟ حضرتك في فتح المصاريف، فتح المصاريف لما جه السعر اتعرض فخلاص هو اوريدي هو سعره اقل مني، فهو رست عليه. انا جيت بما قلت اقرا السعر بتاعه لان لقيت السعر فرق كبير قوي، فلقيت ان هو فلقيت ان هو مقصب. يعني هو ال 1200 دي هو واخدها، بس هو لما قسم ال 1200 على 12 فبطلع ان الواحده 100. انا كاتب تمام. المشكله ما المشكله ما بينكم كانت المفروض في عرض السعر كان المفروض يبقى بالاول شكله عامل ازاي، لان على فكره ممكن يكون اسعار كنتوا الاثنين متقاربين تقريبا. هي كده الاسعار تقريبا واحد متقارب، بس الفرق الكبير جه في الاوف ان هو عامل كده، فمش عارف اللي عمله ده هو اصلا صح ولا غلط. والله هندسه ده هيرجع بقى للجهه اللي هتستلم العطاء، ولكن او حتى في مهندس بيقول في جلسه تظلم ولا مفيش جلسه تظلم؟ لا مفيش للاسف، للاسف اتوقع ان مفيش ومفيش حد راجع. ده انا يعني ده انا اللي اجتهدت ان انا اشوف، لان انا اكيد يا يعني اما انا اللي غلط عندي اما حضرتك، بس هو اكتشفت ان هو مفيش غلط. هو حضرتك شغال صح، ولكن الفكره كلها بقى كانت هنا في حته اخراج الـ اخراج الـ اخراج تحليل السعر ده او بالنسبه هل الوحده الواحده. حتى في مهندس اسلام بيقول لك نوع العقد ايه، نوع العقد بمعنى نوع العقد ايه مش فاهم. نوع العقد ما بينك وما بين الاونر؟ لا ده من المالك يا فندم على طول. تمام ده جهة خاصة. كل الأسئلة النهاردة كانت في التسعير يا هندسة. هي تقريبا المشكلة في الحتة دي. أنا شاكر، أنا شاكر جدا لحضرتك ولنفسك. أنا شاكر ليك من الناس المحترمين اللي أنا تسلم بتفرج عليه. الله يكرمك يا رب، الله يكرمك يا رب. تسلم تسلم يا رب، تسلم تسلم. انا اسف باشمهندس محمد، بس المهندس صفوة عنده مداخله. لا انا تحت اخيرا ان شاء الله. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. امر يا باشمهندس صفوة. بس كنت عايز اوضح حاجه بالنسبه للمقاسات. انا بشتغل في مكاتب استشاري. تمام. المقاسات لازم في تفاوتات مسموح بيها في الكود. يعني مثلا انت مثلا كنت بتقول العمود مثلا 20 في 30 وهو في الـ في الـ في الـ اللي هو الجدول. لو احنا بنعمل الشوب درونج الكونكريت دايمنشن ومطابقه اللوح، ايوه لازم المقاس يبقى زي مطابق تماما للجدول. تمام. لازم يبقى مناقشه قبل التنفيذ، لان لو تنفذ في سنت زياده تبقى المقاول مضطر ان هو يشيل الصمت ده. ليه بقى؟ تمام كمل. لان بيبقى مهندس معماري، اعمال معماريه واعمال ميكانيكيه واعمال كهربائيه. تمام. فصل في المصانع بالملي. تمام. والله حضرتك برضه نقطع الكلام حضرتك، حضرتك بتتكلم عن التجاوزات في اعمال التنفيذ، ان السماحيات في التنفيذ صح؟ في سماحيات. ده اكيد، ده اكيد، ده اكيد في سماحيات بتتلغى، يقول لك ما فيش حاجه مسموحه لازم تجيبها بالمالي. ماشي في سماح، ماشي ولكن انا بتكلمش دلوقتي عن انا بتكلم عن مطابقه اللوحات واستلامها. لازم يكون شغلي سليم في مطابقه اللوحات، ولكن بيبقى في سماحي. يعني مثلا ميل العمود في سماحيه ملي صح ولا لا، حاجات بسيطه او 2 ملي. وصل لك الفكره؟ لا حاجات عموما يعني لازم بيبقى فيه مطابقه مع بدون مطابقه مقاطعه مع حضرتك، بيبقى فيه مطابقه للمعماري والميكانيكي والقياس دول. ده اكيد، وده احنا قلناه بقى الفضل فيه يرجع لتكنولوجيا البيم في الموضوع ده، خصوصا في المشاريع الكبيره. ولكن سماحيات التنفيذ موجوده في بالفعل، ولكن السماحيات اللوح اكيد مش موجوده، لان السماحيات دي لو كانت موجوده في مطابقه اللوح وانا سبت العمود زياده 5 سم عن ما هو موجود في الجدول، ساعتها الاستشاري هيقول لي انا مش صرف كمية. وصل لك الفكرة؟ ايوه. اهم حاجة مظبوطة. احنا كده الاثنين متفقين، ولكن في سماحيات في التنفيذ. سماحيات حاجات بسيطة ساعات بقول لك سليم جدا. سماحيات يعني هقول لك مثلا موقف حصل معانا قبل كده، كان في عندنا مساح بيطابق
المخزن بيحط النقط بالتوتال ستيشن، فغلط تقريبا الدرجه ديت في حوالي 200 متر جاب 25 سنتي، جت عملت مشكله كبيره تمام. جدا جدا، وكنا بنصب لبشه، اللبشه كل تمام. اللبشه لفت الدرجه ديت، وجاب لما جينا نحط اللي كانت قواعد اسانسيرات في فرق 25 سنتي، وهو غلط في ايه تمام. درجه، خدت بالك يعني مفيش مسموح حتى بربع درجه، حتى بربع درجه بالمسافات الكبيره بتاثر معانا تمام. على قالوا لنا زمان كده ايه، انت بتقيس مرتين وبتقص مره تمام. فلازم يبقى متاكد 100% من المقاسات قبل ما ينزل الموقع وقبل ما ينفذ تمام. علشان حسب لاي خطا، لان اي خطا المقاول هو اللي بيشيله في الاخر، المقاول لازم سليم جدا يا هندسه بالظبط. بس انا كنت حبيت انبه انا متابعتك هندسه ومدخلتك والله، الله يعزك الله يكرمك تسلم. باشمهندس محمد، ممكن المهندس احمد من اليمن يدخل مداخله عشان هو يعني تمام اتفضل باشمهندس احمد. السلام عليكم مهندس احمد. ايوه معك، اهلا بيك استاذ الحبيب، ما شاء الله تسلم اخي استاذ العزيز. بس تكلمت عشان ما نطول على الجماعات، تكلمت على حساب الاعمده تمام، وتحسب انت طبعا كانك تتكلم على الفلات سلاب، وطبعا سعر العمود عاده بيكون اغلى من اسعار البنود الخرسانيه الاخرى اكيد نتيجة ارتفاع الإجهاد بالضبط، عشان كذا فبيكون المقاول هو له الأولوية إنه إما يختار إنه يكون يعني مثلا لو كان فيها، لو كانت نظام الكمر ولا النظام الأبيام أيوة وفيها جسور مقلوبة وجسور ساقطة صلب سلاب أيوة. بلاطات الكمرية ولا حتى لو في جسور مقلوبة حتى في البلاط سلاب تمام. عادة بتحسب المقاول مصلحته أن تخصم من الارتفاع بتاع العمود تقريبا تمام حبيت تفسر منك فيها يعني هل هي الجزء المتداخل الكمرة مع العمود أيوة. المفروض عندنا بمصر اوكي يحسب هندسيا وطبقا للكود مع العمدان يا سلام هو من مصلحة صحيح حضرت. لا غلط سمعني لا ايوه الفكره انه هو وقت هو مش مهندس المكتب الفني ولا الاستشاري اللي بيكون له الراي، لا هو المقاول هو اللي مثلا في حالة إن نفس سعر البلاط هو لو نفس السعر البلاط. لو نفس السعر ونفس الإجهاد المقاول حر، مش هنختلف كتير بالضبط احنا لو نفس السعر والإجهاد. اما لو في وخلاف السعر عندنا طبقا للمواصفات بيحسب ارتفاع العمود من اسفل البلاطة، فالجزء المتداخل من الكاميرا والجزء المتداخل ده بيحسب بالاساس، الجزء من الكاميرا بيحسب مع العمود. كلام جميل جدا تمام اخي الفاضل، ده عندنا بمصر، ولكن انا مش عارف برضو عشان الحق يقال مش عارف الوضع بيكون ازاي بره كلام مصر. جميل بس برضو شكله الاقرب الى العقل والمنطق برضو. تمام اخي الله يشكرك جزيلا تسلم. طيب هو باشمهندس محمد بارك الله فيك، يعني هو في طبعا اسئله كثيره خاصه بتغير الاسعار واذا حصل انا 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 معايا لينك الاكونت بس مش عارف ابعته، انا خدت كوبي بس مش عارف ابعته في الشات للاسف. طيب انا قلت لهم الصفحه يعني على الفيسبوك بتاعت بيم ارابي، احنا ممكن نرفع عليها ان شاء الله، يعني نحاول نرفع عليها كل تمام. حاجه تمام ان امكن يعني لو حضرتك سمحت لنا. في برضه حاجات خاصة بتغير الأسعار أثناء مدة العملية، أو حصل أي لا قدر الله حاجة يعني، أو زي البنزين لما بيغلى أو أي حاجة، الكلام ده كله في فروع الأسعار والحاجات دي، فدي قصة كبيرة يعني أظن
اكيد بيتعوض المقاول عنها يعني. موضوع فروق الاسعار ده له اشتراطات معينه، ولو المفروض مده المشروع تكون لها وقت معصب بيكون تعويض خلال فترات زمنيه محدده اكيد، ولكن في الاغلب في احيان بيتم في بيبقى في فروق اسعار، ولكن لازم يكون لها اشتراطات. يعني لازم يكون لفروق فروق معينه تبقى للقانون، فمش في كل المشاريع بيطبق فيها فروق اسعار. تمام، في باشمهندس بس اخر مداخله ان شاء الله وهنختم باذن الله، اتفضل يا باشمهندس. تمام السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا هندسه، وامرني. اهلا بحضرتك، مع حضرتك الدكتور مهندس محمد رمزي المكتب الفني باداره الاشغال في هيئه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا بس في جزئيه صغيره كده كانت اثيرت من فتره، بس انا طبعا لجمال الاسئله والاجابات يعني انتظرت لما اسمع بقيه الجمله، يعني هو موضوع التسعير على اساس توصيف البند او الكميات الموجوده. تمام. ده جزء اساسي من شغلنا يعني، فانا في جزئيه كده حبيت ان انا يعني اتكلم مع سيادتك فيها. تمرك. بالنسبه لنا في عقود بتبقى عمليه انشائيه او عمليه واحده، فبيحاول المقاول على قد ما يقدر ان هو يبقى في توازن في السعر بحيث ان هو ما يخسرش، او على قد ما يقدر ان هو يكسب من كل البنود، فبيراعي مع يعني الكميه المنفذه، بس طبعا التوصيف هو اللي بيبقى توصيف البند هو اللي بيكون غالي في عمليه التسعير. انما في عندنا عقود تانية، يعني عقود صيانه سنويه للمباني السكنيه والاداريه للهيئه، وديت بتبقى عقد سنوي وبيمتد كمان شهرين. تمام. في هذه الحاله المقاول بيحاول يركز على البنود التكراريه اللي هي البنود اللي شغاله على طول مع المباني السكنيه، بيبقى في حسبه مثلا 100-120 بند هم اللي شغالين معاه على طول، وفي الاداريه بيزيد. تمام. العدد شويه، فبيلخص في التسعير يعني احنا، بس طبعا بيبقى في جلسات مناقشه لان هي في شركه اساسيه من شركات الهيئه هي اللي متولية الموضوع وبتجيب باطل ماشي. من خلالها يعني بيبقى التركيز على دي، فالبنود التكراريه دي يعني معناها تمام. الكميه هو بيشوف الحاجه اللي هي بتشتغل أيوة. معاه على طول، فطبعا بيستميت ان السعر يبقى بتاعها كويس، تبقى لها ويت معاه في دي اللي هتكسبه بمعنى اصح. وبالنسبه للبنود الثانيه حتى لو توصيفها هيخسر معاه شويه او هيبقى سعرها ضعيف او كلام من كده، ففي هذه الحاله هو برضو ممكن ما بيركزش فيها قوي او بيتنازل فيها شويه في مقابل ان هو يرفع من البنود اللي شغاله عليه. اساسي بعد اذن حضرتك الريفرنس الاساسي بيكون لمواصفات البند. تمام، بس هي قصه الكميه هنا بتدخل لان هو بيدور على حاجه الريجولر اللي هتشتغل على طول، يعني هو عارف ان ال 100-120 بند دول هم دول اللي هيشتغلوا معاه بكثافه طول مده العقد السنوي، فبيستميت ان هو يعلي اسعارهم علشان خاطر هم دول اللي هيعملوا له ويت في المكسب كويس. فانا حبيت بس اوضح الجزئيه دي للزملاء ان على حسب نوعيه العقد، لو بتبقى عمليه واحده مقاول بياخدها وخلاص بيبقى فاهم زي ما سيادتك قلت توصيف البند هو الاساس، انما لو حاجه ريجولر وعلى مدة طويله بيبقى استماته على البنود التكراريه اللي هتشتغل. تمام جدا، تسلم، شاكر جدا لمداخله حضرتك. الله، شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا، ربنا يخليك، بارك الله فيك يا دكتور. تمام، احنا شكرا جزيلا يا باشمهندس محمد، وشكرا لوقتك الغالي يعني. والله انا اتمنى اكون قدرت افيدكم، وانا شاكر لبيم اريبيا وفاكر وشاكر لحضرتك وشاكر باشمهندس عمر، وشاكر لكم جدا والله. بارك الله فيك، وان شاء الله يعني نلقاك في حلقات قادمه باذن الله، ودايما مشرفنا كده ان شاء الله. وشكرا لوقتك الثمين ده والله. تسلم ربنا يخليك، في رعايه الله يا جماعه، وبارك الله فيكم يعني ان شاء الله. مع السلامه. الله يخليك. وعليكم السلام. ان شاء الله، بس انا حابب اوضح حاجه ان شاء الله المحاضره، في محاضره قادمه
يوم الحد ان شاء الله باذن الله في محاضره قادمه ان شاء الله يوم الحد مع دكتور محمد الفران استاذ في كليه هندسه جامعه القاهره ان شاء الله عن موضوع البيم تكنولوجي. لو الناس عايزه تعرف يعني البيم عموما تمام، وهتكون محاضره قويه باذن الله، وهنزل اللينك برده بتاعها على بيم قريب ان شاء الله. شكرا جزيلا لوقتكم وبارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم.